بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية لا سيما المحلية بعد البيانات التي صدرت صباح اليوم في العديد من الجهات الرسمية المتعلقة بكرة القدم المصرية أو حتى الرياضة المصرية خلال الفترة القادمة. أيضا كمان عندنا متابعة لتدريب فريق النادي الأهلي والاستعداد لمباراة سموحة. خلاص بقى قفلنا المشوار الإفريقي وبنتكلم على المشوار المحلي، وهنتكلم عن معترك محلي الفترة الجاية، 4 مباريات متتالية في أقل من 10 أيام بالنسبة للنادي الأهلي، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون الانتصار و12 نقطة حليفة طبعا بالتأكيد بالنسبة للنادي الأهلي عشان النادي الأهلي يصل إلى 60 نقطة بعد 20 مباراة، إن شاء الله يكون رقم قياسي ودوري اللي هزيمة إن شاء الله الفترة الجاية كدافع جديد الكل بيشتغل عليه عشان تقدر تحقق بطولة محلية قبل ما تستعد من جديد لغمار المنافسات الإفريقية في شهر مايو القادم. فقرة النهاردة فيها العديد أو حلقة النهاردة آسف فيها العديد من الفقرات. الفقرة الإخبارية هنتكلم عن قائمة النادي الأهلي واللي اختارها ريني فايلر استعدادا لمباراة سموحة في الدوري، خاصة أن القائمة بالتأكيد هتكون محط اهتمام الجميع في هذه اللحظات، لأن الفريق لسه راجع امبارح الصبح من جنوب إفريقيا، ما كانش فيه أي تدريبات لمباراة سموحة إلا النهاردة، والتدريب ده هو التدريب اللي هتخش من خلاله معسكر لمباراة سموحة. هنشوف القائمة، هنشوف الغيابات، هنشوف رؤية فايلر بالنسبة للمرحلة الجاية ومباراة سموحة ازاي بيستعد لها ان شاء الله في الدوري العام. كمان هنتكلم على موضوع الكورونا، لان كمان النهاردة في بيانات كثيرة جدا اتكلمت عن هذا الموضوع، بيانات رسمية سواء من وزارة الشباب والرياضة، من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم تحديدا هنتكلم في شوية تفاصيل، لان الطبيعي ان انت اصلا بتلعب بدون جمهور، ففكره انك تبقى متماشي مع العالم في نفس الاطار هم ماشيين فيه، انت كده كده اصلا القرار عندك من زمان ايا كان ايه علاقته، سواء علاقه طبيه او ليه علاقه بموضوع منع الجماهير اللي هو الامور الطبيه او امور تانية، لكن بشكل عام يعني انت كده كده اصلا في وسط المعمعه، فانت مش هيحضر جمهور. هنناقش هذا الموضوع وهنتكلم على موضوع الكورونا اللي دلوقتي بيحمل عنوان رئيسي اسمه كورونا تسيطر على العالم، فهنتكلم في كل هذه التفاصيل. فقرة الحوارية الأولى بعد فقرة الانترو هيكون معانا فيها الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عويس، ومهمة جدا هذه الفقرة اتبعوها معانا، لأن هذه الفقرة تحديدا فيها شوية أخبار وفيها شوية مفاجآت وفيها شوية كواليس. متعودين كل أسبوع لما بنعمل حلقة يوم الثلاثة ومعانا فيها أحمد عويس بنتكلم في شوية أمور مهمة، الحمد لله بعد يوم أو اتنين اللي بيتقال في حلقة الثلاثة بيتقال على أرض الواقع وبتشوفوه حتى في كل المواقع وكل الصحف، لكن حلقة النهاردة تحديدا في كلام مهم جدا بالنسبه للمرحله الجايه، في خبر ممكن يكون انفراد بالنسبه للمرحله الجايه، في استراتيجيه متعلقه ببطوله ممكن الفتره الجايه يكون فيها تعديلات. انا مش هحرق الكلام او مش هخش في تفاصيل، لكن هستنى بالتاكيد وانتم اكيد هتستنوا معايا فقره احمد عويس، لان في كلام مهم جدا هيتقال على المرحله الجايه بالنسبه لكره القدم المصريه او حتى الافريقيه. الفقره الحواريه الثانيه بالتاكيد هيكون معاكم فيها زميلي العزيز الاستاذ محمد الجندي، وهيكون فيها معاه النجم النادي الاهلي السابق الكابتن حماده مرزوق. فقره فنيه بقى استعداد مباراه سموحه الفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي، الاهلي بيشتغل عليها ازاي، فقره فنيه مهمه جدا تابعوها بالتاكيد مع زميلي العزيز الاستاذ محمد الجندي. لكن محتاج ابدا بالحديث عن النادي الاهلي بعد العوده من بريتوريا وتدريب وحيد فقط قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه سموحه. على الهاتف معايا زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان حاضر التمرين اللي انتهى منذ لحظات قليله، كلنا بالتاكيد محتاجين نسمع منه ونشوف الاهلي اشتغل ازاي في هذا المران، هل القائمه تم اعلانها بشكل رسمي، كل ده بالتاكيد هنسمعه من كريم في هذه المداخله الهاتفيه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. انا هبدا معاك يا محمد طبعا سريعا، مش عارف اقول اختتم ولا استعد، يعني الظرف صعب جدا بالنسبه للنادي الاهلي 24 ساعه، انا عارف ان اكيد هيبقى تعقيب على هذا الامر على مدار الحلقه. لعيبه النادي الاهلي انا عايز اطمن الاول كل الجماهير بالنسبه لحاله المعنويه الحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي رغم الظروف الصعبه جدا اللي بتمر بها لعيبه النادي الاهلي في الجدول الدوري العام، 24 ساعه فقط لغير منها تدريب، منها تجهيز نفسي، تجهيز بدني، كل حاجه اتعملت بالنسبه لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني في ال 24 ساعه الوحيده. النهارده التدريب محمد كالعاده 4 عصرا قبل كل مباراه بيكون التدريب مسائي، لان بيكون في معسكر مغلق. مستر فايلر في البدايه اتحدث مع لعيبه النادي الاهلي مع الكابتن سعد عبد الحفيظ، الاطار كله طبعا محمد في التجهيز المرحله الجايه، هذه المباراه مهمه جدا، كل الظروف خلاص احنا في امر واقع لابد ان احنا نتعامل معاه، التدوير مين هيكون متواجد مين مش هيكون متواجد ده اللي اكد عليه مستر فايلر، قال احنا عندنا اللعيبه كلها جاهزه، التدوير مطلوب في الايام القادمه وفي المباريات القادمه وتحديدا في ضغط المباريات الكبير اللي هيبدا
من بكره. عندنا بنتكلم طبعا في مباراه الغد بالنسبه لسموحه وبعديها على طول انبي، لكن اكيد الكل مركز في مباراه سموحه. اكيد ان شاء الله بنستنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه مباشره. محمد النهارده كابتن سعد عبد الحفيظ يعني قرار غلق المران بالنسبه لي للتدريبات، وده هيستمر شويه. يعني النهارده كان غلق بالنسبه للتدريب الاخير قبل كل مباراه بيكون في غلق المران، لكن من معلوماتنا ان الفتره القادمه هيكون في غلق كامل لتدريبات النادي الاهلي، حتى لو ما فيش اي مباراه قبلها بيوم 24 ساعه، لا كل التدريبات هتكون مغلقه لاهميه المرحله القادمه مباشره. الفقرات البدنيه والتدريب النهارده يعني مش هتلاقي جزء جديد بين محمد طبعا، لان انت عارف بيبقى مسموح للقناه والمركز العامي دقائق بسيطه جدا بس للاطمئنان ونطمن الناس على اللعيبه وعلى الجاهزيه بالنسبه للفريق. لكن الحمد لله نقدر نقول النهارده طمنا على ضاي، طمنا على محمود متولي، طمنا على علي معلول. علي معلول اكدنا طبعا يمكن هو كان عنده اجهاد عام، مفيش اي اصابه في الاماميه، يعني يمكن ناس كتير جدا ذكرت انه عنده اصابه في الاماميه او الم في العضله الاماميه، اجهاد عام لعلي معلول والتحفظ عليه ان هو يكون متواجد غدا. هو مش متواجد دي طبعا رؤيه فنيه للمستر جوني فاينر، لكن جاهزيته بناكد عليها. جونيور ابيه طبعا جاهز، بس انت عارف الايقاف بالنسبه لجونيور ابيه مع ياسر ابراهيم، لكن جاهزين خلال المرحله القادمه. راحت احمد فتحي من عدمها برضه محمد، كل الامور دي احنا منتظرين القائمه، هي متاخره شويه لكن احنا منتظرين قائمه فريق النادي الاهلي اللي حتى هذه اللحظه لم تصدر لي الاعلام طبعا او المركز الاعلامي او قناه النادي الاهلي. جيرالدو طبعا اكيد يعني الالتواء في الكاحل والتورم البسيط اللي كان في القدم، يعني ممكن ما نشوفش جيرالدو في القائمه. اكيد بقى الايام القادمه هيكون في جلسات التراسون، جلسات ليزر. كان موجود في المران النهارده يا كريم؟ جيرالدو كان موجود النهارده؟ ما نزلش مختار الكيتش النهارده بالنسبه للتدريبات، لكن كان من الواضح ان هو داخل غرف عمل الملابس بيأدي بعض الجلسات او بعض الثلج بالنسبه لي جيرالدو. رمضان الصبح يعني نقدر نقول ان شاء الله باذن الله عقب مباراه سموحه هيكون جاهز بنسبه 100% باذن الله. طبعا احنا مستنيين القرار النهائي بالنسبه للجهاز الطبي للنادي الاهلي، التاكيد ان رمضان جاهز في المراحل النهائيه، ده الحديث اللي بيتاكد عليه الجهاز الطبي للنادي الاهلي، لكن الحاله الفنيه البدنيه بنسبه 100% لان سلامه رمضان اهم من الدفع بيه في المباريات القادمه، وده اللي واصل ليه رمضان، هو عايز ينزل يبقى 100% جاهز ليفيد النادي الاهلي ويستفيد ايضا كمان خلال المباريات القادمه. بجانب كل هذه الامور محمد الحمد لله فرقتنا ماشيه بشكل طيب جدا، اختتمت الحمد لله التدريبات النهارده، توجهوا الى المعسكر المغلق 24 ساعه قبل هذه المباراه، مباراه الاهلي وسموحه في الجوله 18، ان شاء الله باذن الله تمنياتنا للتوفيق للنادي الاهلي، الاستمرار في الارقام القياسيه، حفظ 3 نقاط، يضرب ارقام قياسيه كبيره للنادي الاهلي ان شاء الله خلال هذا الموسم اللي بيشهد طفره مميزه جدا فنيا بالنسبه لي للنادي الاهلي. انت بدات كلامك بجمله مهمه جدا، وحتى انت بتتكلم في الصيغه الصحفيه، لما تحب تبدا موضوع لازم تبدا بفعل، فهتبدا تقول استأنف الاهلي ولا اختتم الاهلي تدريباته؟ عارف انت فيها حيره شويه، انت لسه راجع امبارح الصبح، امبارح كانت راحه، النهارده تمرين، طبيعي ممكن يكون في تمرين يوم تاني عشان تدخل معسكر، لكن انت قلت نقطه مهمه جدا فعلا، لو عايز تبدا الخبر او تبدا الموضوع اختتم ولا استأنف ولا استعد، فيها حيره كبيره يا كريم. دي حقيقه يا محمد طبعا، يعني امر صعب جدا، ومش بنقارن باي فرقه اخرى على قد ما احنا بنتكلم على فرقتنا، يعني النادي الاهلي بيمثل مصر في البطوله الافريقيه، اللعيبه بتبذل مجهود كبير جدا، الرحله شاقه وصعبه، وجنوب افريقيا انت عارف ورحت محمد قبل كده وعارف ترانزيت عامل ازاي، كمان دي كانت رحله مباشره، مفيش ترانزيت، طيران مباشر 9 ساعات، كانت مباشره، لكن كمان المجهود الكبير اللي بذل بالنسبه لعيبه النادي الاهلي ان هم وصلوا 5 صباحا على من المطار، التاشيرات انت عارف كل الامور دي محمد بتستغرق وقت كبير، فالراحة والاستعداد وكل حاجة كانت 24 ساعة بالنسبة لعيبة النادي الأهلي، لكن كالعادة لعبتنا إن شاء الله تكون في الميعاد، شخصية النادي الأهلي وروح الفانيلا الحمراء هي اللي بنأكد عليها في كل المباريات، وهي دي سمة وشعار النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة بإذن الله محمد. طيب في نقطة أخيرة قبل ما أختم معاك، طبعا النهاردة ده أول مران للفريق في مختار التتش في الجزيرة وأول يوم داخل النادي الأهلي، استقبال الناس بالتاكيد، التعامل الاعضاء او الجماهير اللي كانت موجوده عند النادي مع اللعيبه، مثل هذه التفاصيل بتبقى فيها مؤشرات ايجابيه ومعنى ايجابي حتى للمرحله الجايه، بتبقى اللعيبه دايما مستنيه اي لحظه يكون عندها تمرين بعد ما تحقق انجاز كويس او بعد ما تعمل مباراه كبيره، دي بتفرق بشكل كويس حتى مع كل اللعيبه، وده شفناه خلال فترات سابقه. ما لمسته قبل المران حتى في تعامل الناس مع اللعيبه قبل التمرين، نزولهم لملعب مختار التتش، التفاعل الايجابي بالنسبه للمرحله الحاليه، لان الفريق الحمد لله محليا متصدر الدوري، فريق كبير من النقاط، افريقيا وصل لمرحله الدور نصف النهائي ان شاء الله. الحقيقه هم طبعا النقطه مهمه جدا، انا هبدا معاك قبل الدخول لملعب مختار التتش، انت عارف دخول لعيبه النادي الاهلي بيكون من الباب الخلفي بالنسبه للمعلمين، جمهور النادي الاهلي بيكون متواجد، عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي بيكون متواجد لالتقاط صوره فقط مع اللاعبين، ان هو يسلم عليه، ان هو يقول له كلمه. الحقيقه يمكن وانا معدي بالنسبه للتدريب قبل التدريب كنت واجد ب3 ساعات، الحقيقه العدد الجمهور اللي كان متواجد قبل التدريب، الكل بيحاول يجري على كهرباء، بيجري على جيرالدو، بيجري على الشناوي، الناس حيت الشناوي بشكل كبير جدا، يمكن
كان شفت المشهد ده قدامي بصراحه، طلبوه ان هو يستمر على هذا الاداء. كل الجمهور يعني بالنسبه للنادي الاهلي عارف المرحله وعارف ان اللعيبه بتعاني بشكل كبير جدا بالنسبه للضغط الكبير للمباريات. هو النادي الاهلي الموضوع مختلف، اعضاء النادي الاهلي سعيده بشكل كبير جدا، حيث اللعيبه مستر ايمي فايلر مايكل مدرب حراس المرمى، يمكن بعض الاعضاء حيوه بشكل كبير جدا على ادائه وعلى الطفره الكبيره جدا في حراس المرمى، وتحديدا الشناوي توماس كمان، يمكن الراجل ده بيقول مجهود كبير جدا، احمد مخطط الاحمال لفريق النادي الاهلي، كل اعضاء النادي الاهلي النهارده اكيد تحيه كبيره جدا لكل اللاعبين، وده اللي بنعمله ان شاء الله نستمر النادي الاهلي على هذه المرحله الجميله. محمد سعيد زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى هذه التغطيه الحيه لمران النادي الاهلي قبل مباراه سموحه غدا ان شاء الله في الدوري العام. شكرا جزيلا يا كريم. طيب بالتاكيد الكل محتاج يسمع ويشوف مين موجود بكره في قائمه النادي الاهلي استعدادا لمباراه سموحه. قدامكم دي لقطات على فكره، النهارده كان في مران الاهلي اللي انطلق الساعه 4 عصرا كابتن سيد مع حسام عاشور كابتن النادي الاهلي، بنقول له كل سنه طيب يا حسام. طبعا امبارح كان عيد ميلاده حسام عاشور، تاريخ طويل جدا مع النادي الاهلي، بطولات وانجازات وارقام، وان شاء الله الفتره الجايه يكسر الارقام القياسيه في فكره عدد المشاركات وعدد الفوز بالبطولات والانتصارات اللي بيحققها مع النادي الاهلي. لكن قائمه النادي الاهلي استعدادا لمباراه سموحه غدا في الدوري العام، ريني فايلر اعلن القائمه لمباراه الغد اللي هتكون ان شاء الله الساعه 7:30 على استاد القاهره. هذه المباراه ضمن منافسات الجوله 18 في مسابقه الدوري الممتاز. القائمه جاءت كالتالي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع رامي ربيعه، محمد هاني، ايمن اشرف، محمود وحيد، احمد فتحي، خط الوسط اليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السوليه، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، حسام عاشور، عربي بدر، خط الهجوم مروان محسن واليو بادجي. اذا من القائمه تقدر تقول الجهاز الفني فضل ان يكون في راحه لعلي معلول في مباراه الغد. ياسر ابراهيم وجونيور اجاييه طبعا بكره المباراه الثانيه في العقوبه التي اقرتها اللجنه، او مش هيكونوا موجودين في مباراه الاهلي وسموحه غدا. خط الوسط انت بتتكلم في وجود عمرو السوليه واليو ديانج، عندك في الاطراف عندك حسين الشحات، عندك وليد سليمان، عندك قفش، عندك احمد الشيخ، عندك كمان عنصر صاعد من فريق الشباب عربي بدر ضمن اللاعبين ان شاء الله في مباراه الغد امام فريق سموحه. خط الهجوم انت بتتكلم عندك مروان محسن وعندك اليو بادجي. اذا ان شاء الله باذن الله تكون القائمه فيها استعدادات بالنسبه للمرحله اللي جايه. حسام عاشور بيعود للقائمه من جديد وهيكون ان شاء الله احد الحلول واحد الاوراق الرابحه ان شاء الله في قائمه مباراه الغد. يقدر فايلر ان شاء الله من هذه القائمه ومن خلال الاستعدادات اللي شافها في الفتره الاخيره بعد مباراه سان داونز مين هيكون جاهز معاه في مباراه الغد ان شاء الله امام فريق سموحه. برضه عايز اقول لكم على نقطه مهمه جدا، فريق سموحه طبعا كان في فترة توقف طويلة بالنسبة للدوري العام خلال الفترة الأخيرة، لكن بشكل عام الكابتن حمادة صدقي اختار 19 لاعب للدخول في معسكر مغلق بالنسبة لمباراة الغد. الهاني سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، أحمد الفتوح، شريف رضا، محمد نادي، الطرهوني، كريم يحيى، محمد كوفي، أحمد حمص، محمود حليمو، إسلام جمال، يوسف ديوب، ديريك تسامبي، إيمومو، أحمد حسن مكي، حسام حسن، ومحمد طلعت. لكن الرباعي صلاح محسن، ناصر ماهر، فوز الحناوي، محمد عبد المنعم مش هيكونوا موجودين في مباراة الغد. نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي في مباراة الغد يحصد الثلاث نقاط ويكون سلسلة انتصارات متتالية ودوري بإذن الله دوري تاريخي، دوري لا هزيمة. طبعا النادي الأهلي زي ما أنتم شفتوا طبعا معانا النهاردة في هذه اللقطات استئناف المران استعدادا لمواجهة سموحة. الجهاز الطبي أكد جاهزية جونيور أجاييه، لكن في النهاية الجهاز الفني فضل ان ما يكونش معاه في المباراه القادمه. رمضان صبحي يمكن انا مش مع الناس اللي كل شويه اتكلم على موعد العوده موعد المشاركه. رمضان بيشتغل في برنامج تاهيلي، في شغل شغال دلوقتي مع الجهاز الطبي والجهاز الفني وهيشوف افضل التوقيتات المناسبه للدفع برمضان. النادي الاهلي تاهل للدور نصف النهائي، النادي الاهلي ماشي في الدوري بشكل كويس، فمهم جدا تستعيد كل لعيبتك بلا استثناء، مش هتكلم عن اسم معين لغايه ان شاء الله الفتره الجايه، لان عندنا مباريات حاسمه في الدوري العام وعندنا مباريات افريقيه ان شاء الله في شهر 5 اللي جاي. لكن بشكل عام وقت ما يكون في قرار رسمي واعلان رسمي من الجهاز الفني هنعلن بالظبط موعد عوده اللاعبين ومشاركه اللاعبين. انا مش من انصار فكره ان انا كل شويه اقول ده بيقترب، ده جاهز ان شاء الله خلال اسبوع، ده جاهز ان شاء الله بعد الماتش اللي جاي. طيب
سعد سمير كمان تواصل مع الدكتور خالد محمود عشان يطمئن على حالته، وفي فحص طبي ليه مع الخبير الالماني ماركس فولتر اللي عمل العمليه الجراحيه لسعد سمير. كان تصريح مهم جدا لأليو ديانج اتكلم فيه ان النادي الاهلي عازم على التتويج بكاس افريقيا ونسير بشكل جيد في الدوري والكاس خلال الفتره القادمه. دي كانت اخبار النادي الاهلي. بعد الفاصل عندي مجموعه من الاخبار المحليه والعالميه، لكن عنواننا الابرز بعد الفاصل: كورونا تسيطر على العالم. العالم طبعا الموضوع ده بقاله فتره الناس كلها بتتكلم فيه، لكن على الصعيد الدولي او على الصعيد الاوروبي خلال الفترات الاخيره تحديدا داخل مصر بالنسبه طبعا للاحداث الرياضيه ما كانش فيه تعليقات رسميه او بيانات رسميه بخصوص هذا الموضوع. لكن النهارده طبعا وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي يمكن اعلن في بيان رسمي من الوزاره تعليق الانشطه الرياضيه ذات التجمعات والكثافه الجماهيريه، فيما معناه ان وزاره الشباب والرياضه اعلنت حزمه من الاجراءات التنفيذيه والتدابير الاحترازيه والوقائيه لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمثلت فيما يلي: ارجاء تنفيذ الفعاليات والاحداث الرياضيه بما لا يضر بمصالح المنظومه الرياضيه المصريه، وذلك وفقا لاجنده الالتزامات الدوليه ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضيه الدوليه واللجنه الاولمبيه المصريه وجميع الاتحادات الرياضيه. فيما معناه ان لو في اي فعاليات او احداث رياضيه الفتره الجايه فيها تجمعات او فيها حضور جماهيري او لو هذه الاحداث الرياضيه باتفاق او بتنظيم مع الاتحادات القاريه او الاتحاد القاري والاتحاد الدولي، ده هيتم التنسيق فيه مع هذه المؤسسات الرياضيه الدوليه مع اللجنه الاولمبيه المصريه وجميع الاتحادات الرياضيه المعنيه بتنظيم هذه المسابقات. ايضا كمان وقف او ايقاف جميع الفعاليات والاحداث الرياضيه والشبابيه التي يترتب عليها تجمعات وكثافات جماهيريه. ده ايضا متعلق بالفعاليات والاحداث الرياضيه اللي ممكن الوزاره تنظمها خلال الفتره القادمه. التنسيق مع وزاره الصحه وجميع الجهات المعنيه للعمل على تعقيم اماكن تدريب الرياضيين والاماكن اللي فيها تجمعات شبابيه، والتنبيه على جميع المؤسسات والمنشات الرياضيه والشبابيه ومن ضمنها الانديه الرياضيه ومراكز الشباب لمراعاه ضوابط الوقايه والتعقيم في المكاتب الاداريه. ده جزء متعلق بقى بفكره الوقايه والتجهيز الخاص بالاماكن الرياضيه والتجمعات بالنسبه للمرحله اللي جايه، ده هيتم التنسيق فيه مع وزاره الصحه. لكن اي احداث رياضيه خلال الفتره القادمه فيها حضور جماهيري لن تتم، واذا كان الحدث له علاقه بتنظيم دولي او قاري هيتم الاتفاق مع الاطراف المعنيه اللي هي الجهه الدوليه او الجهه القاريه اللي بتنظم مع الاتحادات المعنيه واللجنه الاولمبيه المصريه. على الفور بعد هذا البيان الرسمي من وزاره الشباب والرياضه، اتحاد كره القدم يمكن اعلن في بيان هو بالنسبه لنا غريب لانه جاي في اطار ان انت بتعلن شيء اساسا انت بتطبقه، ايا كان انت بتطبقه لاي سبب، يعني انت بتطبقه لظرف ما من 5 6 سنين، بس في النهايه النتيجه واحده، يعني انت بتلعب دوري بدون جمهور. لكن لما تعلن النهارده اقامه مباراه الدوري بدون جمهور بسبب الكورونا، ما هو اصلا الدوري بدون جمهور، يعني ايه الاضافه او ايه اللي اتقال؟ يعني حتى انت لما بتحدد اعداد معينه لدخول الناس انت بتحدد تقول 15 15، ف الفكره بس في حد ذاتها ان بيان اتحاد الكوره يعني مش متماشي مع الاوضاع اللي احنا فيها. الاوضاع العالميه او الاوضاع في اوروبا تحديدا مفهوم لما يقول لك ماتش برشلونه ونابولي وبدون جمهور، اوكي، لان الدوري ابطال اوروبا بيتلعب بحضور جماهيري. الدوري الايطالي لما يتخذ قرار بمنع حضور الجماهير في ماتش اليوفي والانتر، ده شيء ممكن يكون مفاجاه وخبر مهتمين بيه، لان المباراه طبعا ديربي ومباراه كلاسيكو في الكره الايطاليه، فطبيعي المباراه يكون فيها جمهور. لكن اساسا انت اتحاد الكره المصري القرار ده متاخد من سنين ايا كان الاسباب، لكن انت الفكره في الاعلان في موضوع الكورونا تحديدا لما بتعلن عدم حضور الجماهير عشان في جمهور بيحضر، لكن انت اساسا المباراه عندك بدون جمهور. فيعني البيان فكره ان انت ايه بتتماشى مع الاوضاع، لكن في نفس الوقت انت برضه لازم تكون فاهم البيان اللي بيطلع اكيد لازم يكون ليه سبب او لازم يكون ليه تفسير عشان الناحيه الاعلاميه او حتى الناس لما تقراه تبقى فاهمه الاسباب الموضوعيه لاتخاذ هذا القرار. فيما معناه يعني ان البيان اللي طلع من اتحاد الكوره حفاظا على سلامه جماهير الكره المصريه في ظل هذه الظروف التي تستوجب اتخاذ كافه التدابير في مواجهه خطر انتشار فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم اجمع واستجابه للتعليمات الخاصه، قرر الاتحاد اقامه المباريات المقبله بدون حضور جماهيري وحتى اشعار اخر. ما علينا. طيب وزاره الرياضه شرحت بقى جزئيه مهمه جدا وهيكون معايا تليفون عشان نفهم اللي حصل في هذا الموضوع، لان الدكتور اشرف صبحي قال ان بطوله الدوري العام مستمره وفي مواعيدها ولم يتم تجميدها حتى الان ولا نيه لتجميدها في الوقت الحالي ما لم يجد جديد. الدوري الانجليزي
رغم كل هذه الاحداث لكن الناس حريصه على استمرار الدوري حتى بحضور جماهيري. انت بتتكلم في مليارات وبتتكلم في ارقام كبيره، فبالتالي كده كده الدوري المصري بدون جماهير فالازمه مش موجوده بالنسبه للدوري المصري. طيب انا معايا على التليفون المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه، وبالتاكيد هنتكلم معاه في مثل هذه الموضوعات، وكمان عايزين نعرف التوصيات الطبيه المتعلقه باللجان الاولمبيه الدوليه والبيان اللي صدر كمان من اللجنه الاولمبيه المصريه بالنسبه للمرحله اللي جايه. باشمهندس شريف ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس؟ كله زي الفل. الكورونا بتسيطر على العالم، تعامل اللجنه الاولمبيه المصريه مع هذا الحدث واكيد في اتصالات مع اللجنه الاولمبيه الدوليه وتعليق حضرتك على فكره ايقاف عدد من الاحداث الرياضيه اذا كان هناك في تجمعات جماهيريه الفتره الجايه. طيب انا احب اوضح بس الاول ان كان في بيان صحفي اتقال الصبح النهارده على لساني وكان غير صحيح، كان بيقول ان احنا بنوقف النشاط الرياضي في مصر بالكامل، وده ما حصلش خالص اطلاقا الحقيقه. كل ما حدث ان هو زي ما انتم عارفين امبارح مجلس الوزراء طلع بيان يعني ما بيبقاش في تجمعات كبيره خلاص موجوده تمام، وده حفاظا على الارواح وعلى عدم انتشار العدوى. النهارده الصبح وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور اشرف صبحي طلعت بيان بتقول فيه ان يفضل عدم عمل اي حاجات رياضيه فيها تجمعات تجمعات لجماهير خلاص تبقى متكدسه في حتت معينه خلاص عشان برضه انتشار العدوى، وده كان بالتوافق مع اللجنه الاولمبيه المصريه الحقيقه، واتفهم الموضوع غلط، ده وقف للنشاط، والحقيقه هو مش وقف للنشاط اطلاقا تمام، لان اساسا في كره القدم والطايره والباسكت اوريدي النشاط بيتعمل وبحضور جماهيري قليل، وزي ما انت حضرتك اشرت ان اتحاد الكوره قاعد دلوقتي بدون كمان جماهير عشان يعني يحافظ اكثر على ارواح الناس وعدم انتشار العدوى. بعض الالعاب الفرديه ومنها لعبه الخماسي الحديث اللي انا رئيسها خلاص طلعنا بيان النهارده بتاجيل النشاط المحلي، خلاص احنا عندنا بطولات تاجيل النشاط المحلي تمام الى اشعار اخر، وذلك ايضا بعدم عشان ما يبقاش في تجمعات لناس كتير قوي في الفتره الحاليه، لكن بنشوف برضو تطور الموضوع هيبقى ايه. احنا مش بنلغي النشاط ولا احنا بس فقط بنأجل النشاط المحلي بعض الوقت لغايه ما نشوف التطور هيكون ماشي. يعني حضرتك بالنسبه للجزء الدولي تمام، قبل بس الجزء الدولي حضرتك بس الاول في نقطه مهمه جدا، حضرتك بتاكد ان حتى التصريحات اتفهمت غلط او اتنشرت بشكل غير صحيح في فكره ان مفيش حاجه اسمها تجميد للنشاط او الغاء الدوري، لا فكره بس فيما معناها يعني اي حدث رياضي فيه تجمعات جماهيريه مؤجله لحين اشعار اخر. مش في كل بس يعني بنتكلمش على بنتكلم على كل اتحاد محلي هيشوف هو نشاطه ايه، لو كان مفيش تجمعات تستدعي هذا هيكمل عادي. تمام. لو كان في تجمعات كبيره قد تؤثر، فطبعا احنا اهم حاجه بالنسبه لنا هو المواطن المصري خلاص اوكي واللاعبين والحفاظ على سلامتهم. تمام. طبيعي جدا، ويمكن اللجنه مهندس هشام حطب كان اصدر تصريح النهارده بعد الخبر ما 12 الصبح الحقيقه غلط، ووضح هذا الامر. اكيد. طيب على المستوى الدولي؟ على المستوى الدولي في احنا طبعا مش احنا اللي بنتحكم في اللي بيحصل في المستوى الدولي، الاتحادات الدوليه يعني على ارتباط وثيق معانا ومع جميع اللجان الاولمبيه على مستوى العالم ومع اللجنه الاولمبيه الدوليه، واللجنه الاولمبيه الدوليه برضو على وفاق تماما خلاص وصله تامه مع ال WHO World Health Organization في هذا الموضوع، فحتى الان ما فيش لا تاجيل لاولمبيات ولا الغاء لاولمبيات تمام، عشان الناس برضو كانت بتستكوليت في الموضوع ده كتير الحقيقه تمام، انما المشكله الحاليه اللي موجوده هي الاجراءات الاحترازيه اللي تاخدها بعض الدول والتي ادت الى تاجيل والغاء بعض المسابقات اللي هي اساسا برضو كان من بعضها مؤهل للاولمبياد. اكيد. فدي حاجه مهمه جدا. الاتحادات الدوليه اكثر حاجه في المخاوف بتاعتها ان يبقى عندك تصفيه مؤهله للاولمبياد، لو دوله خدت مثلا اجراء ان دوله مثلا لو قلنا مثلا الصين ما تخش عندنا مثلا يعني تمام، ما ينفعش، لان في التصفيات الاولمبيه لازم يبقى في حياد تام ما بين جميع الدول وفرص متساويه للجميع للتنافس للوصول الافضل، فبالتالي ما ينفعش يبقى في مسابقه ممنوع بعض الناس من الاشتراك فيها والبعض الاخر مسموح. مظبوط. هو ده اللي عامل اللخبطه شويه دلوقتي في التصفيات.
المؤهله للدورات الاولمبيه. اكيد، لان في خلص وفي لسه، في استكمل وفي لسه تصفيات ما خلصتش او العاب ثانيه لسه ما تحددش مين الاطراف المتاهله. طبعا ده كتير، ده كله حضرتك، ده احنا التصفيات تنتهي يوم 30/5 المفروض بالبعد الطبيعي بتاعها، 1/6 يتم اعلان من الاي او سي مين هم ال 10500 لاعب ولاعيبه اللي هيلعبوا في جميع الالعاب. تمام. هل ده بقى هيتاخر شويه؟ هل كل اتحاد دولي هيعرف هو يخلص تصفياته قبل هذا الميعاد؟ ده هيبان في الاسابيع القادمه ان شاء الله. لكن دوره طوكيو حتى هذه اللحظه اللجنه الاولمبيه الدوليه ما فيش اي شيء متعلق بيها. حتى هذه اللحظه ما فيش لا تاجيل ولا الغاء ولا اي حاجه خالص. تمام. طيب هل في تواصل مع اللجنه الاولمبيه الدوليه في مساله التدابير الاحترازيه في التعامل مع الاحداث الفتره الجايه، كمان التنسيق مع وزاره الشباب والرياضه في هذا الشان، ولا المفروض ده قرار بيبقى قرار دول ملوش علاقه باللجنه الاولمبيه الدوليه؟ لا طبعا، كل دوله وده هتعمل اجراءات احترازيه لمنع انتشار العدوى عندها، الحقيقه ده قرار دوله. انما التواصل طبعا موجود ما بين اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحادات المصريه ووزاره الشباب والرياضه طبعا ووزاره الصحه في هذه الامور بالكامل. احنا كلنا بندعى الدوله، كلنا بنمشي على الاجراءات التي تقرها الدوله. يعني لما رئيس الوزراء امبارح طلع قرار ان ما بقاش في تجمعات، وزير الشباب والرياضه اوتوماتيكلي طلع قرار النهارده برضه في الحاجات الرياضيه، واحنا التزمنا بيها جميعا في الالعاب الفرديه الحقيقه. تمام. الالعاب الجماعيه بطبيعتها ما كانش في جماهير اساسا، مفيش جماهير اصلا كده كده. بالظبط ما فيش مشكله، مش موجوده اساسا. انما احنا مش هنوقف النشاط الرياضي في جمهوريه مصر العربيه حاليا خلاص، لان ما فيش ما يستدعي هذا الحقيقه. اكيد. طيب نقطه اخيره، يوم الخميس يمكن وزير التربيه والتعليم قال ان في تاجيل للمدارس او اجازه المدارس يوم الخميس، هل في احداث رياضيه يوم الخميس اللجنه الاولمبيه المصريه بيبقى ليها علاقه بمتابعه هذا الامر مع الاتحادات؟ اللجنه الاولمبيه المحليه او اللجنه الاولمبيه الوطنيه المصريه ما لهاش دعوه بالاحداث الرياضيه، الاحداث الرياضيه ليها الاتحادات هي المنوطه بيها. الاتحادات المعنيه. تمام. انا هديك مثال، النهارده لسه اتحاد السلاح كان عنده بطوله الجمهوريه للكبار هتقام خميس جمعه سبت، تم تاجيلها لميعاد لم يحدد بعد عشان الظروف الجويه. الاتحاد الخماسي نفس الشيء. تمام. عنده بطوله في اسكندريه والقاهره خميس جمعه سبت. برضه تم تاجيلها للظرفين الحقيقه، يعني ظرف الجو وظرف كمان الاجراءات الاحترازيه بتاعه الاعداد اللي هتكون موجوده في مكان واحد. فدي متروكه لكل اتحاد لوحده يشوف ايه الانسب ليه بالنسبه للقصه دي الحقيقه. يا باشمهندس انا بشكرك بجد على كل هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل، لان بالتاكيد المشاهد كان محتاج يسمع من حضرتك ويشوف المرحله الجايه الرياضه المصريه ازاي بتتعامل مع هذا الموضوع الشائك اللي عامل بالتاكيد صدى كبير جدا في كل دول العالم. شكرا جزيلا المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه، وحديث مهم جدا بخصوص فيروس كورونا وكيف تتعامل اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحادات الرياضيه المعنيه وكمان وزاره الشباب والرياضه في هذا البيان الهام المتعلق بالتدابير الاحترازيه اللي يتم اتخاذها خلال الفتره القادمه. لكن في مساله عدم حضور الجماهير كده كده الحمد لله، يعني مصر واخده قرار في هذا الامر متعلق في كره القدم تحديدا، فان شاء الله الفتره الجايه ما فيش اي مشاكل، وباذن الله يعني بعد حل هذا الموضوع وهذا الفيروس يتم السيطرة عليه إن شاء الله ترجع بقى الدوريات الكبيرة نتفرج عليها سواء في ألمانيا أو في إيطاليا أو حتى دوري أبطال أوروبا نشوف الحضور الجماهيري الكبير. لكن في جزئية مهمة جدا وأنا بختتم هذه الجزئية المتعلقة بفيروس كورونا، شوفوا إزاي هذا الحدث كان ليه تأثير كبير جدا على الرياضة العالمية. النهاردة 13 مارس بنتكلم إن هذا الفيروس، يعني أنت بتتكلم إن هو أودى بحياة نحو 4000 شخص وطال نحو 110 ألف شخص حول العالم. أولمبياد طوكيو، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال لا حديث أو لم نتطرق لفكرة إلغاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، وقال كمان عندنا تحديات عديدة خلال الفترة القادمة عشان نتعامل مع هذا الملف الطبي. لكن في نقطة للأسف سلبية في هذا الأمر، كلكم عارفين أن يوم الخميس اللي جاي هيتم إيقاد الشالة الأولمبية في مدينة أثينا اليونانية. طبعا الحدث ده كان بيتم بحضور جماهير، للأسف لأول مرة هذا الحدث هيتم بدون حضور جمهور، وده حدث يعني على المستوى الأولمبي، وكل 4 سنين بنستنى هذا اليوم إيقاد الشالة الأولمبية قبل انطلاق الأولمبياد بشهور قليلة جدا، لكن هذا الحدث للأسف هيكون بدون حضور جماهيري. في إيطاليا، ودي أكثر الدول تأثرا بالفيروس في القارة الأوروبية، عدد الوفيات وصل فيها إلى 366 لغاية يوم الحد الماضي.
تم فرض عزل على مناطق واسعة في شمال البلاد، واتخذ قرار بأن تقام مباريات كرة القدم تحديدا خلف الأبواب المغلقة حتى 3 إبريل القادم. إذا حتى التدابير الاحترازية والقرارات اللي بتتخذ بمدة محددة لغاية 3 إبريل اللي جاي. نادي الميلان ألغى أي فعاليات قبل لقاء الفريق أمام جنوة بالدوري الإيطالي واللي هيتلعب بدون جماهير، كما أعلن كمان أن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة لن يقام. هل تتخيلوا كمان حتى المؤتمرات الصحفية اللي قبل المباريات مش هتقام عشان ما يكونش فيها حضور ويكون في تعامل ما بين الناس عن قرب نتيجة أن هذا الفيروس ليه تأثير سلبي كبير جدا على إيطاليا. دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند الألماني، هذه المباراة ستقام بدون حضور جماهيري. مباراة فالنسيا الأسباني وأتلانتا الإيطالي ستقام اليوم بدون حضور جمهور. فالنسيا كمان قرر منع إقامة أي فعاليات أو مؤتمرات صحفية بعد ظهور حالة إيجابية لصحفي تواجد أثناء تغطية مباراة الفريق أمام أتلانتا في الجولة السابقة وارتفاع عدد المصابين في أسبانيا خلال الفترة الأخيرة. مباراة برشلونة ونابولي أيضا بدون جماهير. الاتحاد الأسباني أعلن أو بيدرس إقامة نهائي كأس ملك أسبانيا لأول مرة بدون جمهور. خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني قال إن في خطة شاملة لمواجهة انتشار كورونا. رابطة الدوري الياباني قررت إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكاس حتى 15 مارس، في حين أرجع الدوري الصيني الذي من المقرر أن ينطلق في 22 فبراير الماضي إلى الفترة اللي جاية. في سويسرا إرجاء الدوري لغاية 23 مارس، ما فيش أي دوري في سويسرا خلال الفترة الحالية. اتحادات كرة القدم في غرب آسيا خدت اقتراح بتأجيل أي اجتماعات خلال الفترة اللي جاية وأي مباريات تصفيات مؤهلة ل 2022. الاتحاد الآسيوي كمان في بيان اكتفى بتأكيد إرجاء الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا اللي كان مقرر لها 2 و3 مارس إلى الفترة اللي جاية. كمان التصفيات بدل ما تتلعب خلال هذه الفترة اتأجلت لشهر سبتمبر وأكتوبر. رابطة الدوري الألماني قررت إقامة مباريات المراحل المقبلة في الفترة الجاية، هيكون فكرة حضور جماهيري أو بدون حضور جماهيري أمر وارد بنسبة كبيرة، لكن رابطة الدوري الألماني يعني إيه رهنت هذا القرار بقرار رسمي من السلطات الألمانية. اللاعب الدولي الدنماركي السابق توماس كلينبرج تعرض طبعا للفيروس وتم وضع 13 من أعضاء فريقه السابق في الحجر الصحي. في إنجلترا حتى هذه اللحظة لا ترى السلطات أي داعي لإلغاء الحضور الجماهيري حاليا. طبعا كان الله في عون نادي ليفربول الإنجليزي غائب عن الدوري الإنجليزي أو لم يحقق البطولة منذ حوالي 30 سنة، وأول ما يكون على مشارف تحقيق البطولة يظهر هذا الفيروس اللي بالتأكيد متخوف من إقامة المباريات بدون جمهور أو حتى إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي. في فريق نيوكاسل الإنجليزي بقى منع ستيف بروس، ده قرار بقى فني أو قرار من المدير الفني، منع ستيف بروس مدرب نيوكاسل لاعبيه والعاملين بمركز التدريبات من المصافحة بالأيدي خوفا من تفشي المرض. كمان نادي أرسنال طلب من الراغبين في حضور مؤتمر مايكل أرتيتا إن هو يملأ طلب أولا، وذلك بحسب تعليمات الحكومة البريطانية الجديدة لمكافحة المرض. انت لما تيجي تحضر مؤتمر صحفي بتحط بياناتك او بتحط السي في بتاعك عشان تبعته للمسؤولين عشان تحضر مؤتمر صحفي او هتاخد الاي دي لحضور المؤتمر. لا، الفكره كمان انت بتكتب طلب للمسؤولين في ارسنال وبيتم بحث هذا الطلب والمكان اللي انت جاي منه عشان يشوف امكانيه دخولك بريطانيا عشان تحضر هذا المؤتمر لمايكل ارتيتا. كمان ستقوم بعض الانديه او بتطبيق نفس التعليمات نزل لزياده عدد الحالات الايجابيه في المملكه المتحده خلال الساعات اللي جايه. حاجة تانية بقى يعني شوفوا اللي جاي، شبكة سكاي قالت إن سون هوينج مين لاعب توتنهام الإنجليزي تم وضعه في عزل احترازي ومنعه من المشاركة في أي تدريبات للفريق بعد تواجده في بلاده في كوريا الجنوبية مؤخرا. تخيلوا يعني حتى نجم نادي توتنهام سون مش هيكون موجود في التدريبات الفترة الجاية وهيكون في تدابير احترازية وجود وفي مكان معزول عشان يكشفوا ويشوفوا حالته هل تعرض للفيروس ولا مش تعرض للفيروس. انفانتينو كمان قال بيفتح الباب لإلغاء اللقاءات الودية في الفترة الجاية في أجندة مارس إفريقية الفترة الجاية، هل هيتم تأجيلها إلغائها؟ هنشوف الفترة الجاية. عندك كمان اليورو في 2020 في الصيف اللي جاي برضو الوضع هيبقى إيه مش عارفين. بخلاف بقى عندك الكرة العربية طبعا دوري أبطال العرب أو كأس البطولة العربية في المباريات القادمة ماتش الرجاء والإسماعيلي بدون جمهور، مباريات الدور نصف النهائي كمان هتكون بدون جمهور، ماتش
مصر وتوجو كمان بنسبه كبيره ممكن تكون بدون جماهير بسبب الكورونا، وطبعا قرار وزير الرياضه والاعلان النهارده والبيان فكره منع اي احداث رياضيه فيها تواجد جماهيري مكثف، اكيد ده هيكون ينطبق على مباراه مصر وتوجو في التصفيات الافريقيه القادمه. كمان انت رايح لتوجو، فالنهارده توجو اعلنت ان في حاله واحده ظهرت حاله الكورونا، فهل هيكون في اجراءات وقائيه لجهاز المنتخب الوطني الفتره الجايه؟ برضو ده هنشوفه بالنسبه للمرحله اللي جايه. عايز اقول لكم يعني في النهايه فيروس كورونا سيطر على العالم بشكل كبير جدا، والكل متخوف من انتشار هذا الفيروس بشكل كبير، لكن قبل ما ابدا الحاله طبعا الصين كانت اعلنت ان بدات السيطره على هذا الفيروس وبدات تتعامل معاه، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيكون الموضوع افضل باذن الله، والعالم كله ان شاء الله باذن الله يعني تبدا الناس بقى تستعيد نشاطها، وكل الاحداث الرياضيه الحمد لله تسير بشكل جيد. عندنا كمان دوري ابطال افريقيا في شهر 5، والمغرب واخده قرار لغايه شهر ابريل مفيش ماتشات بحضور جماهيري، فهنشوف الفتره الجايه. دوري ابطال افريقيا مباراه الفاينل هل هيكون لها تاثير هذا الفيروس في اختيار الدوله المستضيفه؟ ده هنشوف الفقره الجايه، لان الفقره الجايه فيها كواليس وفيها اسرار وفيها مفاجات بالتاكيد كلنا بننتظرها، لان هيكون معايا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس. فبالتالي اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل فقره مهمه جدا واخبار مهمه جدا، وقد يكون في انفراد او في موضوع بالتاكيد الناس هتتناوله الفتره الجايه بعد اعلانه من خلال برنامج الاهلي الليله. فاصل والاستاذ احمد عويس بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا وبينورنا فيها زي كل يوم ثلاث وانتم متعودين معانا بالتاكيد بيكون معانا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس. ابو حميد ازيك؟ محمد ازيك، ومبروك للاهلي وجمهورنا الاهلي والصعود، مبروك لجماهير مصر صعود الاهلي والزمالك، مبروك صعود بيراميدز الحقيقه، وهارد لك للجمهور المصري. الحمد لله نتائج رائعه للفرقه المصريه السنه دي في دوري الابطال الكونفدراليه، ونتمنى ان نشوف نهائي مصري خالص باذن الله يا رب ان شاء الله. الحلقه النهارده معاك فيها تفاصيل كتيره وفيها محاور كتيره ودايما سابقين بخطوه الحمد لله. الحمد لله. طيب ابدا معاك الاول بفيروس كورونا، لسه واصل من ساعات كده قريبه وفي بيانات صدرت واعلنت بالنسبه للمرحله الجايه، تعليقك عليها وشايف وضع الدوري وفكره كده اصلا مفيش حضور جماهيري، بس انت اكيد ليك وجهه نظر عايز تتكلم في هذه الجزئيه. هو حاله التخبط اللي ظهرت النهارده بتصريح بدري ظهر للاستاذ الدكتور شريف العريان اللجنه الاولمبيه انه هنوقف النشاط، لا مش هنوقف النشاط، معانا في التليفون حتى وضح وبعدين بيان لوزاره الشباب والرياضه، والحال بيان برضو لا قال هنوقف ولا قال يعني برضو كانش واضح، فاضطر الدكتور اشرف صبحي يخرج بنفسه ويبدا يشرح البيان، وكاننا بنشرح الماء بالماء، يعني حاجه الحقيقه لازم، وحاله التخبط بدون سبب، لان ما فيش داعي اصلا لكل اللي بيحصل ده. يعني انت الدنيا ماشيه، سيب رئاسه مجلس الوزراء، انا الحقيقه شايف ان وزاره الصحه بتتعامل مع الامر بعقلانيه جدا، وشايف انه تطور رائع في التعامل مع الازمات من وزاره الصحه، وشايف انه فكره انه لما بتظهر حاله بنعلنها، وما فيش داعي خالص للهلع اللي فيه البلد ده بدون سبب. وانا كنت شايف ان سيب الامور ماشيه زي ما هي ماشيه لحد ما مجلس الوزراء او وزاره الصحه تعلن اجراءات وقائيه او احترازيه، انت ابدا امشي معاها، انما انت بتسبق ليه؟ يعني ليه بتحط نفسك بتحط العربيه قدام الحصان؟ ما تستنى، يعني العربيه كده كده ماشيه، فكنا استنينا شويه، انما حاله التخبط اللي ظهرت النهارده، وبعدين بيان ان انا هلعب بالدوري اللي من غير جمهور فالحقيقه يعني برده كان يعني ادى فرصه للناس ان هي يعني تعمل افيهات وتعلي شويه على القرار. والحقيقه ان هو الاستاذ وليد العطار شرح بعد كده، قال انه يا جماعه في ماتشات تم الموافقه ليها من الامن تلعب ب 5000 متفرج حسب الاتفاق اللي كان بين وزاره الشباب والانديه اللي ساري من نص الموسم الماضي، يعني الناس ما كانتش حاسه بيهم فالناس عارفه ان الماتشات من غير جماهير، فخلاص يعني اعتقد نعدي، لانه لو وقفنا كتير قدام اللي بيحصل ده يعني مش هنلعب كوره، وكده بقى عندنا حاجه يعني واضحه، ماتش مصر وتوجو اللي هيتلعب يوم 26 اعتقد بنسبه 100% ده الاهم بقى على فكره، هيتلعب من غير جمهور خلاص اعتقد،
والمنتخب الاولمبي اعتقد انه هيطلع بره مصر يلعب، كان رايح دبي فالدوره اتلغت لان دبي قفلت كل الانشطه. واعتقد انه عنده عرض من البرازيل وعرض من الارجنتين، فاعتقد انه هيلعب في بلد من البلدين، هيلعب في الارجنتين او هيلعب في البرازيل. الارجنتين هيلعب ماتش فيهم ماتش ودي. ده الفيروس اصلا منتشر في امريكا الجنوبيه؟ لا مش موجود في امريكا الجنوبيه، ما اعتقدش موجود في امريكا الجنوبيه لسه، فاعتقد لسه برضو الامور بيتفقوا، او هل البرازيل والارجنتين هيجوا بعد قرارات النهارده دي، هيجوا ولا مش هيجوا؟ الحقيقه مش واضحة. ولكن هو المنتخب الاولمبي عنده عرض من البرازيل والارجنتين انه يلعب هناك او هم يجوا هنا. يعني ممكن هم الفريقين المنتخبين بعتوا موافقه رسميه لاتحاد الكوره ان هم يلعبوا هنا، وفي عروض ان احنا نروح نلعب هناك، فالقرار هيوصل ليه لسه مش عارفين لحد دلوقتي. حاله الهلع دي انت، انا متفق معاك ان احنا في مصر ممكن مش محتاجين نتكلم فيها قوي، بس خد بالك في العالم كله الموضوع كبير لدرجة حتى انا كنت بستعرض قبل ما تبقى معايا فكرة الاحداث الرياضية في العالم كله ومدى تأثير فيروس كورونا على الرياضة في العالم بشكل عام. وانا برضو مش شايف سبب لها، يعني مرضى الانفلونزا اللي بيموتوا بالانفلونزا العادية اكتر بكتير من اللي ماتوا او هيموتوا طبعا الاعمار بيد الله. يا قلبك يا احمد. يعني اكتر بكتير الناس اللي بتموت في حوادث الطرق في مصر اكتر 10 اضعاف الناس اللي ماتت بعد تطوير مصر الجديدة في شارع الثورة اكتر من اللي ماتوا بفيروس كورونا. فالحقيقة يعني الموضوع احمد عويس يا جماعة قلبه جامد يعني. لا اصله في الاخر انتوا يا جماعة ده فيروس واضح، والناس ومنظمة الصحة العالمية قالت انه ليه كذا كذا شكل وكذا وكذا منظور، وبيصيب مجموعة معينة من البشر، وخطورته على مرضى الأجهزة التنفس وي. فالحقيقة هو عشان يوصل لانه يبقى فيروس قاتل ليه اسباب، يعني ليه حالات كتيرة، مراحل كتير. وحالات الالتهاب الرئوي والحاد في مصر بتموت اكتر من فيروس كورونا، وفي فيروس كتير قوي في مصر يعني بيموت اكتر من كورونا. فالحقيقه انا مش مع حاله الهلع اللي احنا عايشينها في مصر او العالم كله عايشها، لانه انا دلوقتي يعني ما بين بقلب كل شويه الاقي ماتش نابولي وبرشلونه من غير جمهور، وبعدين ماتش ماتش شالكا وبروسيا دورتموند في ديربي الرور، ماتش الحقيقه الجمهور فيه نار. بيبقى في ملعب بروسيا جبار من غير جمهور. فالحقيقه بقى الانتر واليوفي، كان حاجه يعني زي بلديه المحله السويس حاجه يعني الحقيقه. انت عدد شفت كريستيانو نازل سامع صوت اللعيبه بيتكلم بعض وبتاع وحاجه غريبه. كريستيانو نازل عمل لقطه كمان شهيره ان هو بيسلم ومش لاقي حد يسلم عليه. طبعا طبعا الحقيقه حاله الهلع مرعبه في العالم كله، اعتقد انها تنتهي زيها زي انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير والحاجات دي عندنا بقى كتير يعني. طيب انت قبل ما اتكلم معاك كان في تصريح لسه نازل جوارديولا بيتكلم فيه ان لا ده لازم الكره تتلغي في العالم. انا التصريح بيقول انه ما فيش داعي نلعب كره من غير جمهور. يعني طالما ما فيش جمهور يبقى نوقف الكره. انا عندي احساس ان هو عشان لا خالص ما بيفكروا، يعني ما اعتقدش انه بيفكروا كده، انه الدوري الانجليزي خلاص اسبوعين وهينهي ليفربول وبعدين يلغوا الكره في انجلترا ما فيش مشكله يعني. الموضوع يبقى صعب قوي على صلاح وعلى الفرقه هناك. لا الدوري هيكمل عادي يعني، بس هو مشكلتهم ان هم ممكن يحتفلوا بالدوري في المباراه بعد القادمه من غير جمهور، ودي هتبقى ازمه كبيره قوي. تخيل يعني بعد 30 سنه ياخدوا الدوري من غير جمهور. لازم تحصل حاجه. هي في احداث كده، في فرقه لو خدت بطولات لازم تحس ان الوضع مش، انا اتمنى ديسمبر 2020 يجي علينا واحنا بخير. احنا بخير الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله. طيب اخدك من الموضوع بتاع فيروس كورونا واتكلم على امر متعلق بالموضوع ده بس ممكن على المدى البعيد، وهي فكره الدوله اللي هتستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا. كاميرون. ما انت قلت الكاميرون خلاص، انت الموضوع منتهي، مفيش كورونا بقى هناك يعني خلاص مفيش كورونا. الموضوع منتهي، انت قلته من الاسبوع اللي فات والموضوع منتهي، وحتى الناس بعد كده ابتدت تتناقل احنا قلناه وخلاص بقت الناس بتاكد اللي احنا بنقوله. بس فكره ان المغرب مقدمه على استضافه الفاينل دوري ابطال والكونفدراليه، تونس مقدمه والكاميرون مقدمه، انت هنا عندك لو المغرب لغايه اللحظه دي ما سحبتش الطلب وتونس ما سحبتش الطلب وفي حالات في المغرب وفي حالات في تونس، الكاميرون من هنا لغايه شهر 5 ما تعرفش الوضع هيبقى ايه. هل عندك معلومه ممكن يحصل تعديل، الشكل يتغير؟ بص خلينا في المفروض حسب بيان الكاف ان في اجتماع لجنه الطوارئ اللي فيها 6 اعضاء يوم الخميس 12 مارس الخميس الجاي بعد بكره، والاجتماع ده هيبقى بالكونفرنس لانه مفيش يعني مفيش مكان يعني مفيش مش هيقعدوا في مكتب كونفرنس. المجموعه لجنه الطوارئ دي فيها 2 مهمين جدا، لان ليهم المغرب ليها 4 فرق ومصر ليها 3 فرق. مظبوط. من ال8 فرق اللي هيلعبوا دوري الابطال والكونفدراليه في 7 فرق بيمثلهم 3 بيمثلهم مهندس هاني ابو ريده، و4 بيمثلهم فوز الاقشع، وال2 موجودين في لجنه الطوارئ. مظبوط. في حلول كتير قوي،
الحل الاساسي اللي هو الكاميرون والمغرب هتاخد الكونفدراليه وخلاص. في اقتراح تاني لان في تجربه سابقه ماتش السوبر اللي كان بين الاهلي والزمالك اللي اتلعب في جنوب افريقيا وماتش السوبر اللي كان بين الاهلي والنجم الساحلي اللي اتلعب في اثيوبيا كان 48 متفرج حضر الماتش ده و86 متفرج حضر الماتش ده. تمام. فالحقيقه كان فكره الماتش واحد خاصه انه كان سوبر كانت فاشله تماما. مظبوط. حتى السوبر اللي اتلعب بين الرجاء والترجي في قطر والسوبر اللي اتلعب بين الزمالك والترجي في قطر كان جمهور الزمالك كان حاضر بس ما كانش الاستاد مليان، والماتش بتاع الرجاء والترجي الاستاد ما كانش مليان خالص. مظبوط. ففي التجارب كلها الاربع تجارب تجارب نسبيا فاشله، وده اللي هيتقال في الكونفرنس بتاع نجم الطوارئ اللي هيتقال. اللي انا بس بختار الكلمات اللي انت بتقولها. ده هيتقال في الاجتماع اللي جاي. في دي مشكله هيناقشوها. طيب مشكله هيناقشوها. رغم ان اصلا ده المفروض اجتماع عشان ياخدوا قرار فين. هل بقى ممكن يرجعوا في قرار؟ ممكن يرجعوا في القرار، بس عشان يرجعوا في القرار لازم مكتب تنفيذي، واقرب مكتب تنفيذي في الكاميرون في ابريل على هامش كاس الامم الافريقيه، كاس الامم الافريقيه الافريقيه المحليين. مظبوط. فهيبقى فاضل فتره قريبه. هل هيختاروا القرار الاسهل ويودوا دوري ابطال الكاميرون والكونفدراليه كده كده رايح المغرب مفيش غيرها اللي قدمت؟ الله اعلم. بس حسب الاراء وحسب اللي انا شايفه ان ممكن يرجعوا في القرار ويعرضوا الامر تاني على المكتب التنفيذي ونرجع تاني ذهاب واياب للماتشين. انما 50 50 50% كاميرون 50% ممكن نرجع ماتشين تاني. طيب احنا الاسبوع اللي فات وديناكم الكاميرون، الاسبوع ده او الكلام دلوقتي 50 50. احنا بنقول الكلام اللي هيحصل بعد اسبوع، يعني انت طبعا لسه الاجتماع يوم الخميس اللي جاي، بس من اللي بنحاول نوصل لكم المعلومه الحقيقيه او بنشوف الكواليس اللي هيتقال وايه. والحقيقه لانه موضوع تسويقي لانه هيبقى نهائي دوري الابطال في اقوى بطوله حصلت في تاريخ دوري ابطال افريقيا. مظبوط. وحضره 80 متفق، يعني الحقيقه وضع صعب جدا. وضع صعب جدا جدا لانك عشان تنقل جماهير ايا كان بقى الطرفين النهائي سواء مصري مصري مغربي مغربي مصري مغربي في الحالتين، انا في ثلاث حالات هيبقى صعب في كل الحالات. الموضوع بقى صعب جدا. اذا اجتماع الخميس يعني اللي جاي اقصى حضور للجماهير في الاتنين هيبقى 2000 متفرج. تمام. اذا اجتماع الخميس اللي جاي الناس كلها منتظره الخميس يتم الاعلان عن الدوله اللي هتستضيف في الحدث المتعلق بنهائي دوري الابطال ونهائي كاس الكونفدراليه، ولكن طبعا حسب الكلام اللي اتقال دلوقتي 50 50 ممكن تطلع اراء بتتكلم في فكره نعيد النظر في هذا الامر فتستنى المكتب التنفيذي، ممكن يتم التصويت فيتم الاختيار، فالامر يوم الخميس بنسبه ونسبه مش قرار نهائي. الاسبوع اللي فات قلنا لكم الكواليس، لكن طبعا انتوا عارفين كل يوم دايما بيكون في جديد ودايما في كواليس الاتحاد الافريقي. بنحاول نوصل لكم المعلومات الحقيقيه. عندك المغرب بتلعب من غير جمهور في التوقيت ده لغايه نهايه ابريل، ده قرار تونس خلاص إبريل. تونس خلاص تلعب من غير جمهور. فانت بتتكلم على انت هل هتدي قررت تدي الماتشين للمغرب مثلا؟ طب المغرب بتلعب من غير جمهور اصلا، فهتروح تلعب نهائي انت اصلا عندك قرار؟ يعني انت مصر لما كنا بنلعب من غير جمهور كان بيفرض عليك تلعب بجمهور غصب عنك بعدد في مباريات من دور الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل بفوق ال 40,000. فانت هل هتروح تلعب في من غير جمهور؟ ومصر النهارده قررت من غير جمهور، وكمان انت لسه مش عارف اصلا السيمي فاينل 1 و2 5 الوداد والاهلي والرجاء والزمالك وضعهم ايه لسه بالظبط. فانت عشان كده اعتقد ان القرار غالبا مش هيتحسم يوم الخميس. طبعا. لان لسه في اكتر من راي، فاعتقد ان القرار مش هيتحسم. تمام. لسه في اكتر من راي. لجنه الطوارئ فيها سته، انت بتتكلم في الرئيس احمد ثلاثه نواب، النائب الاول كونست عماري، النائب الثاني فوزي لكجع، النائب الثالث من جنوب افريقيا داني جوردون، وبتتكلم كمان مهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي، في ايضا كمان في عضو مكتب تنفيذي اخر موجود في لجنه. لا في با اللي هو عبد الرحمن با اللي هو السكرتير عبد المنعم باسك ده مكان معاوز حج دلوقتي. ايوه بالظبط. وفي اثنين عضو مكتب تنفيذي موجودين في هذا الاجتماع، فبالتالي اللجنه هتنعقد بالفيديو كونفرنس بتشوف الوضع الفتره الجايه، ويوم الخميس في الاخر هنشوف نهايه هذا القرار وهذا الملف، عشان بعد لما نيجي الاسبوع اللي جاي واتقال الكلام ده يبقى احنا الحمد لله سابقين بخطوه زي كل مره. طيب بعد فوز الاهلي على سان داونز وتحديد الفرق المتاهله للسيمي فاينال، شايف وضع الماتشات ازاي والمنافسه هتبقى ازاي؟ لا خلينا الاول نتكلم على بكاري جسامه. هيجي لانه الحقيقه الاسبوع اللي فات لما جيت قعدت هنا كان جمهور الاهلي تقريبا ما بيعملش حاجه في حياته غير انه بيشتم بكاري جسامه. مظبوط. وانا قلت لك خد مني الكلام ويعني زي ما انت عايز، كنا متفقين انه بكاري جسامه هيعمل مباراه من اجمل مبارياته في تاريخه. تمام. عشان اسمه وعشان ال 20 حكم بتوع الفيفا وعشان هو قلقان وعشان الكاف كمان.
برضو الكاف هو عنده ازمات كتير قوي، فهو مش ناقص ازمات حكام، فبقت البطوله دوري الابطال السنه دي تحت عين كل اعضاء المكتب التنفيذي، الكل واقف على الواحده. صح، انت هتلعب 8 مباريات ما فهمش غلطه، ودي اول مره تقريبا في تاريخ افريقيا 8 مباريات تلعبوا في الـ في الـ في كوارتر فاينل، 4 رايح و4 جاي. يعني 4 ذهاب و4 عوده، مفيش غلطه، مفيش غلطه. حتى ضربه الجزاء اللي اتحسبت على الرجاء ضربه جزاء صحيحه 100%. مظبوط. هي بس تقدر تقول هدف للرجاء كان مظبوط واتحسب تسلل، ما شفتوش يعني، ما شفتوش. بس الحقيقه حتى في وقت الضايع، هو بس الحاجه اللي هي كان فيها قولان انه الحكم في الوقت الضايع بتاع ماتش الوداد والنجم صفر دقيقتين قبل، وهو مدي 6 دقايق وصفر في الدقيقه الرابعه، ودي في النهايه بترجع للحكم، ممكن يكون تقديريه للحكم. انما هل في حالات مؤثره جدليه مفيش. لا لا، فتيجي تقول لي ايه زي ما حد قال كده انه احمد فتحي كان ينفع يطرد. حقيقه ما هو في مباراه الاهلي والهلال السوداني رضوان جيد هو احد افضل الحكام في افريقيا دلوقتي. تحطها بين قوسين حاجه اسمها افتكاسات. ما انا هقول لك، بس هقول لك ايمن اشرف اتعمل عليه فاول من الظهير الايمن للهلال في اول 10 دقائق والخد انذار عند الخط. عند الخط اللعيب ده عمل مع ايمن اشرف ومع تقريبا اجايه بعدها مفيش دقايق 3 فاولات في نفس الحته بنفس العنف وما طردش. مفيش حد خرج من الاهلي وقال لا الظهير الايمن لازم يطرد، ولا لانه دي في الاخر انت طرد او مش الطرد دي حاجات تقديريه للحكم. فما تيجي حد يقول لك اصله احمد فتحي، اصله الجمهور الاهلي شايف ان الحكم كويس، عشان لا طبعا الحكم كويس عشان الحكم كويس لانه قدر المباراه بعدل، قدر المباراه. طب ما هو الجول بتاع سان داونز في شك انه اللعيب انه كان في موقف تسلل، لان الكره ما اتلعبتش لعبتين، هي اتلعبت وهو استفاد انه كان في موقف تسلل. فلما الكره جت هو كان في موقف تسلل، الكره ما اتلعبتش لعبتين يعني، ما راحتش ورجعت فغير موقفه، لا هو في بدايه اللعبه الاولانيه كان تسلل فاستفاد من موقع التسلل، بس ما حدش قال ان الجول تسلل او ان الحكم فعلا كان كويس. حتى نادي سان داونز نفسه ما اعترضش يعني. فالحقيقه النادي اللي معني اصلا الحقيقه لا الحكم كويس. مصطفى غربال في مباراه الزمالك مع الترجي كان هايل، هايل جدا. رضوان جيد هنا كان هايل، نضاله كان هايل، كل حكام الحقيقه. فالحقيقه الكاف وكان في تطمينات من الكاف من اعضاء المكتب التنفيذي ومن مهندس انا بوريده للنادي الاهلي بانه لا ما فيش مشاكل، الحكام ما فيش مشاكل يعني، ما فيش حاجه خالص هتحصل في الماتشات، وطمنوا ان كل حاجه تحت عينينا والحكام متراقبين كويس وانه ما فيش ازمات، والحكام عايزين يعملوا اسم كمان الفتره الجايه. واعتقد كمان انه بنسبه كبيره ممكن يبقى في فار في سيمي فاينل عشان يحلوا الازمات. اعتقد انه هيبقى في فار في سيمي فاينل. الاقتراح اصلا متقدم في ورق رسمي. ومش هفاجئ الناس لو قلت لهم الكلام ده متقدم من يومين، لا ده الكلام ده متقدم قبل انطلاق دوري المجموعات. وتقدم قبل سليمان قباري ما يسيب لجنه الحكام احقاقا للحق. هو كان ساعه الازمه الكبيره في لجنه الحكام، وبعد الاحداث اللي حصلت في ماتش النجم الساحلي الكاف اتخذ قرار وان ما يكونش في حد من المكتب التنفيذي لاشراف على اللجنه، فتم ابعاده. لكن قبل ما يتم ابعاده الاقتراح متقدم منه لتطبيق الفار في الدور نصف النهائي، لكن كانت الفكره في ملاعب تصلح. لا اعتقد كمان لانه بعد خروج مازيمبي، لا السيمي فاينال بقى دلوقتي بقى زي ما بيقولوا ضرب نار بالظبط يعني. لا والملاعب فيها رخصه. لا والماتشين صعبين يعني، سواء الرجاء والزمالك او الوداد والاهلي فعلا مباريات صعبه. مظبوط. فمحتاجه مراقبه ومحتاجه فار فعلا ومحتاجه حكام على اعلى مستوى. اعتقد كل ما الماتشات بتقل كل ما مستوى الحكام بيعلى، وهيبقى هتلاقي فيكتور جوميز اعتقد انه هيبقى الماتشات بين الاربعه الكبار خلاص. فيكتور جوميز، اليوم نيانت، بكاري جسامة، بملكه سيما، هتتكلم في 4-5 بنسبه كبيره. وهيدخل مع مصطفى غربان. مصطفى غربان هتتكلم في 5-6 بكتير. اعتقد الماتشات هتلف عليهم يعني، اللي هيطلع من دوري الابطال هيروح على الكونفدراليه. ماتشات الكونفدراليه اسهل نسبيا، لان في نصف نهائي مغربي وفي نصف نهائي بيراميدز وحوريه كوناكري. هي بس الازمه بس في ملعب حوريه كوناكري، في لجنه المفروض هتسافر تشوف تعيين الملعب عشان ياخد الرخصه الرسميه لتطبيق التمويل. ممكن يلعبوها على دوري الابطال. اعتقد 100% القرار هيتاخد خلال ايام خلاص. ممكن يكون في لجنه الطوارئ دي كمان ان شاء الله، لان كمان استاد القاهره او مركب محمد الخامس الاثنين معاهم رخصه طبعا فيهم الفار. بس الرجاء بيلعب على ملعب والوداد بيلعب على ملعب. الاثنين في مركب محمد الخامس. مركب محمد الخامس اعتقد الماتش هيبقى يعني. اعتقد الماتش هيبقى ماتش واحد جمعه واحد سبت. الماتشين هيبقى فيهم فار. الزمالك جمعه اعتقد والاهلي سبت. لازم نقول هم جمعه. لا انا يعني ما مش هتفرق كتير مين جمعه ومين سبت عشان في ناس بتزعل ان شاء الله. طيب اوكي، لكن اللي احنا قلناه في فكره المعلومه، عارف انت فكره ايه؟ انت دايما السوشيال ميديا بتبقى بتتكلم على التاريخ او بتتكلم على الاحساس او الاحداث السابقه، لكن المعلومه اللي بتتقال في احداث معينه دي بتفرق قوي في وضع المعيار ووضع التقييم بالنسبه طبعًا لاحداث افريقيا. طبعا لان بعدين برضو كان في حاجه غريبه ان هو الحكم الوحيد اللي اتعين من فتره
يعني كل حكام دور الثمانيه اتعينوا بعد مباراه العوده. بكاري جسامه كان قبل مباراه الذهاب اسف يعني يعني بكاري كان متحدد قبل ما نلعب هنا. الماتشات الثانيه كلها عرفناها حد واثنين بعد ماتشات الذهاب ما اتلعبت. فاعتقد انه ادى مباراه جيده ويستحق الشكر عليه. الاتحاد الافريقي وأعضاء مكتبه التنفيذي يستحق الشكر على اداء الحكام حتى الان في بصراحة. الفيفا وشرافه على الحكام لان الحقيقه موضوع الحكام في الكاف كان ماساه ولولا دخول الفيفا والعينها شكل اللجنه الاتحاد الدولي اعتقد الاتحاد الدولي يعني كان الموضوع هيبقى صعب قوي. ده جاب انا قلت لك وقتها لما اتكلمنا على موضوع اللجنه اللي اتغيرت المره الثالثه جاب ساعتها مساعد حكم من رواندا هو عضو في لجنه حكام الاتحاد الدولي جابوا رئيس للجنه. لا وخلي بالك كمان عشان نقفل باب كمان يعني نقفل باب كمان موضوع سعيد النصيري ووعد سعيد النصيري والكلام لا 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 الكلام الغريب اللي اتقال ده لانه كلام غريب عشان نقفله خالص بتاع السوشيال ميديا ده على السوشيال ميديا والموضوع يعني الموضوع منتهي حقيقي. بطل افريقيا هيكون بمجهوده وبلعبه والفريق اللي يستحق هيكسب. الاربع فرق اللي وصلوا هم اللي يستحقوا الوصول فعلا. النجم الساحلي قدم مباراه كويسه يعني اعتقد الوداد اتعامل الوداد اتعامل وعلى فكره الوداد ضاع فرص كتير قوي في اخر المباراه ولكن الاربع فرق اللي وصلوا يستحقوا تماما الوصول للزمالك. انا قلت الجزئيه دي عشان دي مهمه جدا لحتى لزملائنا في المغرب والجماهير بتتابعنا يعني عايز اقول لك الجماهير المغربيه بتتابع قناه الاهلي بنسبه كبيره لا 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 الحقيقه انه الوداد تاهل عن جداره واستحقاق الوداد تاهل عن جداره طبعا واستحقاق طبعا الاهلي والزمالك نفس الامر اربع فرق الاربع فرق يستحقوا تماما الزمالك دخل في مرموه هدف اول اربع دقائق وما تهزش وقدم مباراه تكتيكيه على مستوى عالي جدا قدام الترجي والترجي تقريبا ما وصلش الجول الزمالك غير مره واحده. الرجاء كان مقدم مباراه رائعه قدام مازيمبي في ملعب الرعب والحقيقه والمشهد اللعيبه اللي ما دخلتش اوضه اللبس كان مشهد سخيف للكره الافريقيه والحقيقه ما ينفعش في لجنه انضباط على فكره بسبب الاحداث دي حتى هيتاخد فيها قرارات. الرجاء قدم مباراه رائعه الوداد قدم مباراه رائعه ومحسن واللعيبه ضيعوا فرص كتير قوي في اخر المباراه. الاهلي تالق وكان ممكن يكسب في مباراه سان داونز. الحقيقه الاربع فرق رغم ان هم كانوا تواني المجموعات وصلوا والحقيقه ده بيودينا المشهد تاني ان احنا دلوقتي مبسوطين ان احنا نلعب مباراه العوده هنا خلاص. مباراه دور الثمانيه قالت انه يا جماعه ما فيش حاجه اسمها خدوا بالكم ايوه الاربع فرق اللي لعبت الاول على ارضها خلصت بدري خلصت الماتشات كله راح وهو عنده اسبقيه ومتفوق فناخد بالنا قوي الاهلي والزمالك ياخدوا بالهم قوي من فكره الاسبقيه لا فكره تلعب بره او تلعب جوه الموضوع ده انتهى خلاص لازم تبقى رايح المباراة وتلعب على نتيجة إيجابية اللي بنقوله كل مرة وانت بتلعب بره أرضك لازم تحافظ على شباكك وانت بتلعب جوه أرضك لازم تحافظ على شباكك الزيرو بتاعك يفضل زيرو طول ما الزيرو بتاعك هو زيرو الحقيقة انت ماشي كويس لما تلعب بره لازم تسجل. الأهلي أنهى المباراة تماما لما أحرز الهدف بتاعه لعبة سان داونز تقريبا خرجوا من المباراه ولولا الهدف اللي جه كده ده ما كانش كان الاهلي كسب بفارق مستريح كمان وكان قدر يحقق نتيجه تعوض اللي حصل السنه اللي فاتت ولكن الخروج الصعود هو اعتقد كان رد اعتبار ورد من لعيبه الاهلي زي ما قالوا بعد المباراه ان هو ما استنوش كتير ورجعوا رد اعتبارهم تاني قدام سان داونز. طيب الكلام اللي انت قلته في جزئيه السوشيال ميديا والاعلام بالنسبه للمرحله الجايه واحنا داخلين على مباريات كبيره لسه قدامنا حوالي 45 يوم على زي المباريات في دور قبل النهائي لكن مهم جدا حتى نتكلم الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا خدوا بالكم كمان في كلام ممكن يعمل اثاره ما تخلوش حد يوديكوا في سكه اصلا مش حقيقيه عايزين نشوف كرنفال ونشوف مباريات كبيره دربيات ما بين مصر والمغرب احداث هتتلعب في شهر رمضان فعايزين نتكلم كوره عايزين نشوف كوره بلاش حد يدي فرصه ان يقرر احداث في ظل كمان ان في ناس يعني بتتكلم على فيديوهات حتى لو كانت من فتره بعيده كانت لاحداث معينه او لاسباب معينه مالهاش علاقه بالاحداث الحاليه. الحقيقه في وجهه نظري انا عايز اوصلك لفكره الوداد لحد الدقيقه 95 كان ممكن يطلع اصلا من البطوله يعني النجم كان ضاغط وممكن يطلع من البطوله فالحقيقه مفيش الوداد لم يصعد يعني ما جابش مثلا ما كسبش في المباريات بتاعته بضرب الجزاء مثلا يعني ما كسبش ماتش النجم في دور في المباراه الاولى بضربات جزاء مفيش لعيب من النجم اتطرد مفيش في مبارياته حتى خلال دور المجموعات الوداد نفسه كان ليه ضربه جزاء على ملعبه قدام النجم لما تحسب يعني فالحقيقه مفيش ما احنا مش في حمله الدفاع عنهم بس الفكره ان احنا بس عايزين الناس تكون فاهمه الدنيا ماشيه ازاي عشان ما حدش يكتب كلمتين او يزيح حاجه ويعمل بلبله على الفاضي. بص يا محمد البطوله السنه دي باذن الله, إن شاء الله ستذهب لمن يستحقها باذن الله ان شاء الله. العرق في الملعب هو اللي هيدي البطوله مفيش اي عوامل خارجيه اللي كانوا بياخدوا العوامل الخارجيه خرجوا كلهم بالظبط كده
احمد عاوز جاب من الاخر خرجوا يعني خلاص خرجوا. احنا طول الوقت بنقول المغرب وفوزي وعلاقاته، الحقيقه لا، الفرقه المغربيه اتظلمت السنه اللي فاتت يعني وبعدين نهائي الكونفدراليه نهضة بركان اتحسب عليه ضربه جزاء من الفار مزبوط. وخسر بيها البطوله. فالحقيقه انه مفيش مجاملات خالص للفرقه المغربيه، ولو كان في مجاملات كان نهضة بركان اللي هو اللي هو نادي فوز الاقصى كان كان الجامل وكان خد البطوله. فالحقيقه خلينا نركز في الملعب، مباراه كوره ممتازه. والحقيقه الاربع فرق الكبيره في مصر والمغرب اهلي وزمالك مصر، وزي ما بيقولوا اهلي وزمالك المغرب، فرقتين الكبار قوي هناك وفرقتين الكبار قوي هنا، الوداد والرجاء هناك وهنا، هم اللي هيلعبوا الماتشين. فاعتقد انه هيبقى صراع كروي رائع في الملعب، سيفوز من يستحق هنا او هنا، واللي هياخد البطوله في الاخر نقول له مبروك، سواء كان الاهلي، الوداد، الرجاء، الزمالك، ايا كان الفريق اللي هيفوز من الاربعه هنقول له مبروك، لان هيكون في النهايه يستحق ان يكون بطل. طبعا احنا بنتمنى ان الاهلي يكون بطل ان شاء الله، ان شاء الله هيكون بطل، ولكن لا قدر الله لو ما خدش البطوله فاي حد تاني هياخدها هيبقى استحقها طالما معيار العداله متطبق في البطوله بنسبه 100%. بالظبط. طيب ماتش الاهلي وصن داونز، ايه اللي لفت انتباهك؟ مين نجم المباراه؟ ايه اللي شفته في الماتش حبيت ترصده في الفتره الاخيره؟ هو انا قبل المباراه كنت عندي يقين انه، وقلت برده الكلام ده هنا، قلت اتمنى انه يلعب بمتولي ثالث، سواء ثالث تحت او ثالث فوق، فلعب بمتولي ثالث. الحقيقه انا مفكرك احنا بنعمل فلاش باك على الثلاث الماضي. فالحقيقه انه ريني فايلر بدا يبقى بيتعامل مع مباريات افريقيا زي ما هو شايفها، وما فيش الاخطاء بتاعه المباريات اللي هي ماتش بلاتينيوم، التساهل واللي حصل في زيمبابوي والدربكه اللي حصلت، ماتش الهلال التعامل الجيد جدا جدا مع الجبهه اليسرى للنادي الاهلي، وتغيير علي معلول بوجود ايمن اشرف لغلق الجبهه اليمنى الخطيره جدا للهلال، مباراه سان داونز اللعب بثالث محمود متولي عشان العمق وعشان تغطيه الطرفين، وعشان في ثلاثه في الوسط لو 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 ده راح يغطي هنا ده راح فبقاش العمق مفتوح. بدا يقرا مباراه تغييرات نزول محمد هاني ونزول ايمن اشرف في اخر ربع ساعه من المباراه وتجديد دم الاهلي وصعود علي معلول قدام، الحقيقه قفل الاطراف وعمل عمق في وسط الملعب، تعامل رائع وتعامل جيد جدا مع المباراه. والحقيقه ده بيدينا مؤشر انه فايلر بقى خلاص يعني اتعجب بالكره، مسك مفاتيح الكوره في افريقيا ومسك مفاتيح النادي الاهلي ومسك حاجات كتير قوي يقدر يغير في التشكيل. والحقيقه انه خلاص احنا هنقفل، لان ملف افريقيا انت عندك 55 يوم او 50 يوم على اول مباراه، انت عندك هتلعب على الاقل في الدوري عندك اربع مباريات، اربع ماتشات، وبعد كده من اول بعدين خمسه حوالي خمس وتسع مباريات ممكن تنهي الدوري وتخلصه قبل ما تروح تلعب مباراه السيمي فاينل اصلا. لانك لو ان شاء الله مشيت بالمعدل اللي انت ماشي بيه ده باذن الله، اعتقد ان انت على الاسبوع 23 كنت خلصت الدوري زي ليفربول بالظبط، او ليفربول خلال ماتشين ثلاثه فهتخلص بدري. فاعتقد انه فكره ان انت تخلص الدوري بدري هتديك اريحيه ان انت تبدا تجرب اللعيبه اللي بره، تركيزك كله بقى على افريقيا، تركيزك يبقى على افريقيا وتبدا تريح المجموعه اللي بتلعب، لان انت بكره الاهلي ضم 18 لاعب لقائمه مباراه سموحه. وانا مستغرب الحقيقه ليه 18؟ لان انت فيهم ثلاث حراس مرمى، فانت الحقيقه كده هتلعب، هل الاهلي هيلعب بسته بس على الدكه؟ يعني موضوع انا عديت القائمه لقيتهم 18 فعلا، هو طبعا شريف اكرامي بره القائمه، محمود متولي، لا ما هو انت احنا خلاص هم 18 آه. لو شلت الثلاث حراس مرمى شلت ما في حارس مرمى هيتشال مثلا، هيبقى 17، هيبقى 17 11 و6، انت كده في لاعب ناقص. هل الاهلي هيلعب بسته على الدكه؟ الله اعلم. خد بالك يعني، عندك ياسر ابراهيم وغايه، دي جزئيه، عندك علي معلوم، محمود متولي، الموضوع التقلصات العضليه ومحتاجين راحه. شريف اكرامي خلاص، دي حراسه المرمى، انت اتكلمت عن في ثلاثه ما خلاص، فانت بتتكلم في العدد اللي موجود. طبعا بتتكلم في رمضان صبحي لسه، كهربا لسه، الحقيقه عايزك يعني رمضان حتى الان مفيش معلومه كامله، ويعذرني جهاز النادي الاهلي وجهاز فنان الاهلي، ما تسيبش كلام يعني ما نسيبش كلام للاشاعات، حد يطلع يقول لنا ما هو موقف رمضان صبحي من المشاركه بس. يعني ما رمضان هل هو لسه مصاب؟ يتقال انه لسه مصاب. رمضان جاهز؟ يتقال انه جاهز بس الجهاز الفني لسه مش عايز يدفع بيه دلوقتي. رمضان لسه يعني نعرف، لانه كلام كتير قوي، لانه كان في تصريحات لجهاز طب النادي الاهلي ان رمضان صبحي هيبقى جاهز للمشاركه قبل. تصريحات رسميه؟ تصريحات، لا مش على الموقع الرسمي، مش على الموقع الرسمي، لا مش على الموقع الرسمي. كلام طب تم تبلاش على الموقع، انه دفاع عنهم والله، بس فكره ان انا في ملف الطب تحديدا. طيب. للاسف انا للاسف بعض الزملاء على المواقع بيبقى حريص ان هو دايما يسبق بالمعلومه. طب خلينا نكون واضحين، ايه هي التصريحات
الحقيقية حول إصابة رمضان صبحي. فايلر في المؤتمر الصحفي أقول لك بقى التصريحات الرسمية قال الإصابة صعبة وما عنديش ميعاد محدد أقدر أعلنه في مشاركة رمضان الفترة الجاية. وده التصريح اللي أبنى عليه الفترة الجاية، هي فكرة إيه؟ وده على فكرة العالم كله ماشي كده، يعني العالم كله في موضوع الإصابات تحديدا يقول لك خلاص الموسم انتهى، يقول لك خلال فترة قريبة، لكن ما يقولكش مدة بالظبط. لا لا، أي إصابة لأي لعيب بيديك أصله دي إصابة بيقول من كذا لكذا، يعني هو مش بيحدد المدة طبعا. يعني بره مثلا لو لعيب اتصاب بيقول لك خلال 3 شهور معايا طبعا طبعا. اسمه اللاعب للوسني جاله رباط صليبي في فترة الإعداد وخلاص رجع بيلعب يعني بعد انت بتتكلم بخمس ست شهور فيعني نتمنى ان احنا نعرف حاجه عن رمضان، لانه اعتقد ان انه احنا محتاجينه في الفتره اللي جايه قوي، لانه لعيبه من اللعيبه المهمه جدا في فتره سيمي فاينال النادي الاهلي باذن الله. لكن في عنصر صاعد عربي بدر، انا مبسوط جدا 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 موجود في القايمه. اعتقد انه وجود العربي بدر ده حاجه مبشره جدا، انه بدا فايلر كمان يبص لل، ولو كان يعني ليه لا، لو القايمه مش كامله لو كان ممكن يضم لاعب كمان من اللعيبه المواليد 2000 او 99 يضمهم يبقى موجودين في القائمه، لو كان شايف انه في حد فيهم يستحق انه يبقى موجود في القائمه. طيب قبل ما اقفل ملف سان داونز، مين لفت انتباهك او قلت عليه لا يعني عمل مباراه كبيره؟ محمد الشناوي. محمد الشناوي، لا محمد الشناوي محتاج نقعد نتكلم عليه كتير في ماتش سان داونز. ليه؟ انت حارس مرمى في نفس الملعب ده السنه اللي فاتت، رغم انه كان نجم المباراه على فكره، يعني مباراه الموسم الماضي الاهلي خسر 5 ومحمد شناوي كان نجم المباراه. بالظبط، يعني هو 5 وهو شايل 5-6 تمام، انما انت حارس مرمى شايل 5 اهداف في مباراه زي دي، مباراه الناس كلها هجمتك، رغم ان انا واحد من الناس شايف ان هو نجم المباراه برضو، نفسيا محتاج حارس مرمى ومحتاج لاعب عنده ثبات انفعالي وعنده قدره على انه يقف على الارض مهمه جدا. فالحقيقه انا بحيي محمد شناوي، يعني ممكن اقعد احيي محمد شناوي من هنا نهايه الموسم على المباراه دي ان شاء الله. طبعا التطور المذهل في مستوى محمد الشناوي ده قصه تانية، انما المباراه دي بالتحديد محمد الشناوي عمل فيها كل حاجه. طبعا اللي مع محمد الشناوي واللي بعد محمد الشناوي احمد فتحي. احمد فتحي لعيب عمل كل حاجه في الكوره، يعني احمد فتحي لو قرر يبطل الكوره دلوقتي فهو عمل كل حاجه في الكوره. لعب كاس عالم شباب وكاس عالم كبار، لعب دوره العاب اولمبيه، بطل امم افريقيا شباب وكبار، بطل دوري ابطال افريقيا كونفدراليه، بطل دوري، بطل كاس، لعب كاس عالم الانديه، يعني نقعد نرص كده على احمد فتحي، نقعد نقول كتير قوي. احمد فتحي بيلعب المباراه كان دي اول مباراه ليه لما كان عنده 17 سنه وهو في الاسماعيلي، بيأدي وكانه لسه اول مباراه بيلعبها في حياته. فالحقيقه لازم نقول ان احمد فتحي من العناصر مش المهمه للاهلي او العناصر المهمه للكره المصريه، وهنقعد وقت طويل قوي على ما نجيب لعيب زي احمد فتحي. في لعيبه كده مش هتحس بقيمتها الا لما يعني عمر طويل، لما ده حقيقي روح النادي الاهلي يعني روح الكوره، يعني احمد فتحي فعلا روح الكوره. باقي اللعيبه طبعا ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، مش عايزين بقى نقول ان هم دول مميزين قوي، انما رامي ربيعه، ياسر، ديانج، عمرو السوليه، بادجي، الرباعي الافريقي اللي كان بادجي وديانج واجايي وجيرالدو وحسين، وكمان حسين يعني يا جماعه انت كنت هتضم حسين للافارقه؟ لا حسين، عشان لانه حسين بيتهاجم حقيقه بصوره مرعبه لا ده اتعمل استفتاء تخيل، والحقيقه مش يعني لا، هل تتخيل انت كسبان ومتاهل وحسين نزل نفذ تكتيك معين كان عايزه فايلر، ايا كان بقى فيه توفيق مفيش توفيق دي جزئيه ثانيه، لكن فكره انك تعمل استفتاء على اداء حسين الشحات. حسين من اول ما نزل الاهلي تم نقل من الحاله الدفاعيه لحاله هجوميه، حسين كل الاماكن اللي خدها في المباراه كانت صح. كان موفق بقى، ما كانش موفق، دي حاجه ثانيه، قصه ثانيه، انما قدر ينقلك على الاقل من حاله الدفاع المرعبه الفني نفذه والخطر اللي احنا كنا الاهلي متعرض له، قدر ينقلك لحاله هجوميه. وما ينفعش طول الوقت تبدا تهاجم لاعب فتبدا تقضي عليه، يعني الحقيقه انه حسين من اللعيبه الاهلي محتاجها في الفتره اللي جايه، ومحتاج ثقه، ومحتاج انه وفكره يعني ضمه غدا، ضمه الماتش بكره الحقيقه موفق جدا من فايلر. والقرار بص في لعيبه خارج التقييم، لان انت في لعيبه اساسا انت متفق عليها، فانت هتقيمها بعد مستوى كويس، فدي عشان لو مش موفقه في مباراه واثنين تقيمها من تاني، ما انت مش عايز تغلط غلطات اللي عملتها قبل كده. لعيبه الكوره كلها ليها وعليها، واوقات كتير بيبقى مستواها كويس واوقات مستواها وحش. فالحقيقه حسين ممكن يكون بيمر مرحله عدم توفيق، لكن هو لعيب كويس وان شاء الله جاي وان شاء الله هيبقى ليه دور. اتمنى بقى من جمهور الاهلي، يعني انا واحد من الناس كنت اوقات كتير بقع في الغلطه دي،
في وقت تسرع وقت المباريات بتبقى تكتب على طول بكتب اقول على طول، ولكن الحقيقه بدات اتريس الموضوع شويه لان انت محتاج دلوقتي تحمي اللعيبه يعني تحمي اللعيبه بتاعتك شويه لان ده توقيت مهم جدا وتوقيت فاصل. انت خلاص ثلاث بطولات انت بتلعب عليهم، داخل في مرحله مهمه، الدوري خلاص قربت منه جدا إن شاء الله. ومحتاج تخلص عشان تريح وتريح الباقي. كاس مصر ان شاء الله اتمنى ان احنا نحاول، انه غايب بقاله فتره كبيره عن الاهلي ما بناخدوش باستمرار كما تعودنا يعني. دوري ابطال افريقيا بقالنا 7 سنين ما خدناهوش، فاعتقد انه ثلاث بطولات مهمين، واتمنى ان فايلر يحقق الثلاثيه التاريخيه اللي مانو الجوزيه عملها اكتر من مره يعني. فايلر بقى في المستوى الفني والتكتيك اللي طبقه في هذه المباراه، انت بتتكلم في الثلاثه الماضيه لما اتكلمت على فكره مشاركه محمود متولي اللعب بشكل هجومي معين كنت تتوقع، لكن فايلر في المباراه دي خلاص بقى انت يعني بتعتمد على فكره ان في خلاص بقى مدرب خارج التقييم او مدرب خارج فكره اللي انت لسه هتقول يصلح ولا لا يصلح، انسجم ولا ما انسجمش خلاص. انا مع فكره كمان ان احنا خلاص بنتعامل مع فايلر بعيد عن الثلاث بطولات اللي بيلعب فيهم، نتعامل مع فايلر ان هو المدرب مشروع النادي النادي الاهلي والكره المصريه. اتمنى يعني انه يبقى مشروع النادي الاهلي ريني فايلر، مدرب صغير جاي وعايز يعمل حاجه مع النادي الاهلي، فاتمنى انه يجدد، لو ما كانش يجدد موسمين او ثلاثه لان مشروع النادي الاهلي فعلا فايلر بدا يعمل مشروع النادي الاهلي، ومشروع النادي الاهلي محتاج سنين عشان نبدا نبني ونبدا اللعيبه، لان انت عندك لعيبه كتير قوي صغيره محتاجه ان هي تلعب ومحتاجه ان هي تبقى موجوده. فاعتقد ان وجود فايلر وفرص المشاركه كتير للعيبه الجديده اعتقد هيبقى حاجه مبشره للنادي الاهلي، مبشره بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. طيب العامل النفسي، انت في بعض الماتشات كده بتقول محتاج فيها الثقه، محتاج فيها العامل النفسي تشتغل عليه بشكل كويس. المباراه دي مش مكسب وتاهل للسيمي فاينل فقط، لا انت كمان لعبت على حته الثقه والعامل النفسي الفتره الجايه، اعتقد بقى في استقرار. طبعا استقرار مهم جدا، طبعا استقرار وفكره كمان السفر بدري ريحت اللعيبه نفسيا، رحت من بدري خدت على الاجواء، نقص الاكسجين، التدريب الساعه 3 الظهر كل يوم، انت راجع بمكسب راجع بانتصار، اللعيبه خلاص بدات يعني تحس ان هي لا ده الاهلي، احنا اللي حصل السنه اللي فاتت ده كان عارض. وانا قلت الكلام ده كتير قوي قبل كده، انه مباراه الاهلي وصن داونز الخمسه لو اتعادت مليون مره تاني مش هتحصل كده، مش هتتكرر لانك فعلا انت المباراه دي كانت خارج التقييم. انت بتخسر خمسه وتستحق ان تخسر خمسه واكتر، فده مش هيحصل يعني، ده مش هيحصل تاني مع الاهلي. تمام. فاعتقد انه الاهلي لا الاهلي اللعيبه اعتقد ان عندها استقرار نفسي، واعتقد مباراه بكره مهمه جدا يا محمد، محتاجين بكره نحقق فوز، لان مباراه بكره هتنقلك بقى ترجعك تاني للاجواء المحليه، تعدي مرحله ان انت خلاص افراح الفوز بقى والصعود والصقر من سان داونز والصعود للفاينل والتفكير فيه، العوده للاجواء المحليه عشان تبدا تبني على ال 16 مباراه وتبدا تكمل ارقامك القياسيه عشان ان شاء الله تنهي المسابقه بارقام كبيره. العوده للمسابقات المحليه، وانا النهارده كنت بتكلم على ماتش سموحه، انت حتى لو عايز تتكلم وتبدا الخبر او تبدا الموضوع مش عارف تقول استأنف ولا اختتم، ده حقيقي ولا ده حقيقي. ايه يعني ده حقيقي. انت شايفها ده حقيقي. ازاي فكره انك تبقى راجع امبارح الصبح وانا مش عارف هم حسبوها ازاي يعني، انا كمواطن عادي انا مش فاهم هم يعني استاذ حسام الزناتي حسبها ازاي وهو بيحط ماتش الاهلي يوم الاربع ويحط له ماتش تاني يوم السبت ويحط له ماتش تاني الاربع يحط له ماتش السبت واللعيبه تطلع السبت على معسكر تسافر توجو تلعب ماتش 26 وبعدين تلعب ماتش 26 وبعدين ترجع تلعب تاني بعدها بثلاث ايام. الحقيقه وضع يعني صعب جدا، على الاقل كنت رحلت يوم وخلي الاهلي يلعب 22 يعني بلاش نقول ان الزمالك هيلعب الاربع لانه لعب جمعه فيلعب قبلك بيوم، لا مش هنخش في الاطار ده، نلعب يعني نلعب خميس حد زينا زيهم يعني يعني زيك زي المنافس التقليدي بتاعك. انما انت ليه قررت الاهلي اللي عنده 9 ساعات طيران لاعب السبت، مش وضعها في الاعتبار على فكره لاعب السبت يعني هو استاذ حسام الزناتي قال انه المباراه لو خارج مصر 4 ايام فانت لاعب الحد فاثنين ثلاث اربع خميس راجع لاعب السبت يبقى حد اثنين ثلاث اربع تلعب خميس تمام، حد اثنين ثلاث اربع تلعب خميس، الزمالك سبت حد اثنين ثلاث يلعب اربع صح ولا انا غلطان؟ مظبوط بالعقل بالورقه والقلم بالورقه والقلم. فما اعرفش هل
عشان الزناتي ما حسبهاش او النتيجه عنده كانت مقلوبه او هو كان معتقد ان الاهلي هيلعب سبت الزمالك هيلعب سبت. بحسبها ازاي بصراحه؟ انا مش عارف احسبها ازاي الحقيقه. ما يعني انا وحتى ما فيش تبرير للموضوع. لا هيبرر وهتسال مش هتلاقي اجابه. بس عشان برضو نكون واضحين، بس بيراميدز لعب هنا. يعني بيراميدز لعب الحد وهيلعب بكره. بيراميدز برضو مظلوم. بيراميدز لعب هنا الساعه 3 وهيلعب بكره. بكره ايه؟ بكره الحد. بكره الاربعاء. بكره الاربعاء يعني 2-3 ولعب الاربعاء. انت 48 ساعه. هل وضع بس بص لك على حاجه، بيراميدز متاهل. لا ما هو ما هو احنا بس في النهايه ده امرهم يعني. لا انت بتتكلم على رولز. ما بتتكلمش على ان هو قايل داخل قد ايه وخارج قد ايه. هو قايل بره 4 ايام وداخل مصر 3 ايام، يبقى 2-3-4 يلعب خميس. بيلعب الاربعاء. تقدر تقول بيراميدز هيلعب يوم الخميس في نفس توقيت ماتش الاهلي الخميس، فماتشين في القاهره عشان الفار. لا الاهلي عشان الفار، فممكن ما ينفعش تلعب اكتر. بيراميدز يلعب الاربعاء مع الاهلي. في نفس اليوم الاهلي. صح يلعب بكره. فالحقيقه الموضوع مش فاهمه يعني. مش فاهمه. انا بحاول ابرر الاجابه مش لاقي اجابه. ما فيش اجابه فعلا يعني. هو انت بيراميدز المفروض 3 ايام، فيبقى 2-3-4 يلعب خميس. الاهلي 4 ايام، حد 2-3 يلعب 4 يلعب خميس. لا ده بيراميدز حقه ولا ده الاهلي حقه، وده الزمالك يوم زياده. لا ده الغريب كمان ان انت عارف الطيران في جنوب افريقيا يوم الاحد بالليل. يعني انت لو لعبت السبت هتقول لي طب ما كنت ترجع بعد الماتش. لا في طيران، ده معروف مواعيد الطيران ثابته يعني يوم الاحد بالليل. بص انت ترجع الاثنين الصبح. انا وجهه نظري ان انت هتفضل تدفع ثمن ان هم مشوا قرار اقامه مباراه القمه في ميعادها. هيفضل طول الوقت منع ماتش القمه ما اجلتوش. انت طلبت انه تلعب وتلعب. وانا ما طلبتش اجل على فكره. ما طلبتش اجل. ماتش بكره مش طالبه اجل على فكره. فهيبدا بقى ايه؟ احنا كاعلام بنناقش مغزى القرار. لا هي الفكره القرار. مش انت بتقول على ميعاد. قبل او قرعه الدوري بتتعمل اتقال انه المباراه الخارجيه 4 ايام ومباراه الداخليه 3 ايام. فانت خلاص الرولز بتقول كده. فالاهلي لعب سبت يبقى حد 2-3-4 يلعب خميس. تمام. البيراميدز لعب حد يبقى 2-3-4 يلعب خميس. الزمالك لعب جمعه يبقى سبت حد 2-3 يلعب 4. طيب النهارده كام في الشهر؟ 10 مارس. خلال 72 ساعه المفروض الاتحاد هيعلن او اداره المسابقات هتعلن الجدول المتبقي. من بعد نهايه الاجنده الدوليه من 1 ابريل. طيب بعد اجنده المنتخب ما تخلص المفروض اول مباراه في الدوري لما ترجع اهلي وزمالك. المفروض ان متحدد لها 2 ابريل انا اعتقد. 2 ابريل المفروض. طيب. اعتقد. هل تتوقع هنمشي بنفس الجدول كده ولا هيحصل؟ لا اعتقد هتتأجل برضو؟ ليه؟ عندك معلومات؟ اعتقد انها تتأجل لنهاية الموسم. لنهاية الموسم؟ اجهب بقى لعيبة المنتخب. إيه وهتكون عندك احداث بعد مباراة توجو يعني الدنيا تبقى يعني. ده اذا الاجندة الدولية ما اتلغتش. لا ما اعتقدش هتلغي في افريقيا لحد علمي. انت عندك كاس امم افريقيا المحلية هتلعب كمان اسبوعين يعني. فما الاجنده الدوليه اتلغت في اسيا. في اسيا بناء على طلب على فكره الاتحادات نفسها. والاتحادات نفسها لو اتفقت تلعب هتلعب. يعني الفيفا هم اللي اتفقوا مع بعض. الفيفا ادى مساحه لحد يوم الاثنين للاتحادات الاسيويه انه لو في اثنين اتفقوا يلعبوا في حته يعني عايزين يلعبوا يعني لقوا بلكونه يلعبوا فيها فيروحوا يلعبوا. يعني يروحوا يلعبوا فيها. ما لقيتش البلكونه. ما لقيتش خلاص. انما غير كده ما فيش. انما اسيا لانه اصلا مشكله في اسيا. يعني مشكله في كوريا واليابان و شرق اسيا. يعني مشكله في اسيا. فهم هيلعبوا برضه هيلعبوا كوره ازاي؟ وبعدين الامارات اجلت كل الانشطه وماتشات بدون جمهور. السعوديه نفس الوضع. حتى الطيران نفسه كمان. حتى الطيران. فانت يعني الموضوع صعب يعني. فهيلعب كوره ازاي؟ عموما انا متشوق بس اشوف جدول الدوري خلال 72 ساعه. وانا متشوق والله لان انا عارف ان هيبقى في كلام كتير في شهر ابريل. وانا من الناس اللي بتتمنى ان الدوري نستغل شهر ابريل فاضي مفيش بقى احداث افريقيه ولا اجنده ولا حاجه. شهر ابريل لو اتلعب فيه 5 اسابيع الدوري خلص. يعني قول 6 اسابيع. لو اتلعب فيه 6 اسابيع يبقى وصلت الاسبوع 26 خلاص الدوري خلص. من 34 بتتكلم بقى 8 اسابيع هيبقى الدوري خلص. وهيبقى بتتكلم بقى في شهر 5 ممكن تلعب ماتشين بس ولا حاجه. شهر 6 تلعب 4 ماتشات يبقى كده تمام. الدوري خلص خلاص كده تمام. يعني قدامهم يعني انت المفروض هتروح للتوقف في الاسبوع 19. ترجع تلعب لحد الاسبوع 26. خلاص يعني تلعب في شهر 5 ماتشين مثلا. تلعب في ماتش 5 3 في 5 ماتشين 3. لا انت عندك ما يعني 1-9 انسى يتلعب بينهم حاجه في اسبوع خلاص. الاسبوع ده رايح. بس عندك من 9 ل 29 20 يوم تلعب فيهم 3 ماتشات. تلعب فيهم 3 ماتشات خلاص 3 ماتشات خلصت الدوري.
ثلاث ماتشات تلعب في 6 5 ماتشات خلاص الدوري خلص عشان اولمبياد طوكيو والمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي يعني بالزبط. يعني شهر ابريل فرصه ذهبيه انك تنهي الدوري انك تنهي الدوري بشكل علمي صح لانك لو ما شهر ابريل ما ظبطتش فيها الساعه كويس على ماتش لو زقيت في كمان ماتشين كاس ممكن تخلص الكاس كمان بالمره يعني ممكن تزق ماتشات الكاس يعني ده فرصه ذهبيه في شهر ابريل طبعا طبعا انا بس هو ده فرصه ذهبيه انا بنور اللمبه الخضراء لان خضرة حمراء بقى ما نشوف خايف خلال الساعات الجايه كل واحد يقول لك اصل ناجل اصل الظروف اصل مش ظروف لا هو بص اي تاجيل في الفتره اللي جايه دي الموسم هيبوظ لازم اعمل بس فكره ايه ان انا اسبق الحدث خلي بالك هو في كمان ضغط انا شايف ضغط لحد يعني الساعتين اللي فاتوا دول والاستاذ وليد العطار خرج بتصريح قال انه مباراه الزمالك والاتحاد مش هتتاجل عشان في احتمالات كبيره احوال الجويه تبقى سيئه في اسكندريه في الوقت ده واحتمال ماتش الزمالك والاتحاد يتاجل فشايف ضغط كبير انه هيحصل اما نشوف ماتش الزمالك والاتحاد هيتلعب او هيتاجل حسب قرار الحكم لان الاستاذ وليد العطار قال حسب قرار الحكم هو اللي هيحدد الماتش هيتلعب ولا لا فنشوف يومها الاول فنشوف يومها الدنيا هتبقى عامله ازاي لان هم كانوا عايزين قرار يصدر التاجيل دلوقتي الاتحاد الكوره رفض او اللجنه الخماسيه ولجنه المسابقات رفضت اما نشوف الخميس ايه اللي هيحصل ايوه يا حريص ان الدوري ينتهي بشكل سليم بشكل مظبوط ولو انت رحت الماتش يوميها وفي امطار وفي حاجه والحكم شاف ارضيه الملعب لا تصلح خلاص ده قرار الحكم بالظبط لكن تاخد قرار استباق قبلها بيومين ثلاثه ده مش لوجيك خالص طيب تعليقك على تنفيذ تقنيه الفيديو اسيست ريفري الفي اي ار الVR الحقيقه النهارده كنت شايف ان الكابتن حسن سعيد حمزه فرحان جدا هو يعني بيجري فرحان حاسس ان هو يعني رايح على حاجه كبيره يعني يعني الحقيقه لا حاجه كويسه طبعا النهارده النهارده ضربتين الجزاء اللي حصلوا في المباراه كان الاثنين VR الحكم راح كتير النهارده الVR على عكس المباراه الاولى تمام امبارح كان في حاله جدليه هدف احمد ياسر ريان كان فيه وعليه ناس قالت تسلل انا شايف انه مش متسلل ناس كتير قالوا لي لا ده تسلل في حياه انه في جدل في الخط الازرق والخط الاحمر والرجل كانت سابقه في الخط الاحمر فقالوا انه تسلل وطبعا بس حاجه حاله كويسه ونتمنى ان هي تكمل ولكن الحقيقه انه عايز الحكام يعني ما يحسسونيش ان هم انه راح كاتب كتاب يعني كان حاجه بسعيد حمزه النهارده حاسس انه راح شاهد على كاتب كتاب يجري وبعدين بياخدوا وقت طويل قوي على ما بياخدوا القرار يعني النهارده الشوط بيحصل في الدوري الانجليزي الشوط الاول ده بيحصل في الدوري الانجليزي بس كتير قوي يعني اربع دقائق في اربع دقائق في اربع دقائق واحنا اصلا ما بنلعبش يعني يعني واضح ان هو حد بيكلم الكابتن جمال الغندور فها كابتن جمال نحسب ايه فيقول لهم فيرجعوا للحكم فالحكم يقول الحقيقه انه لا هي فكره الحكام مبسوطه ان في تكنولوجيا وان بقوا موجودين زي الحكام موجودين في اوروبا طبعا طبعا حاجه تسعدهم حاجه كويسه واعتقد ان احنا قلنا فاكر لما قلت لك انه هيتطبق انا مش بص اقول لك على حاجه في بروتوكول الايفاب محدده انا قلت لك ايه انت قلت لي هيتطبق انا معاك انت قلت له بيتطبق وانا قلت لك مش هيتطبق وفي حكام دوليين كتير طلعوا قالوا مش هيتطبق بس انت عندك بروتوكول ايفاب بتحدد فيه المده الزمنيه وعدد ساعات الشوط والايفاب وافق ما هو الغريب ان الايفاب وافق انا مش عارف ازاي احنا السحر مش عاوز التجربه المصريه برضه بيني وبينك يعني بالظبط كده ده انت غيرت البروتوكول يعني هياخدوا تجربه الكابتن جمال هندور ينفذوها فالحقيقه وعدد الحكام اللي خدوا الرخصه كمان عدد كبير عدد كبير ده عدد الحكام اللي واخدين رخصه الفار اكتر من عدد من الحكام اللي عملوا رخصه قياده اللي معاهم عربيات بس في الفتره الحاليه التطبيق ماشي بشكل كويس طبعا لا كويسين ماشيين كويس هايلين يعني مفيش اي مشاكل فيه مفيش اي مشاكل لا خلاص مش محتاجه يعني الموضوع مش لا وكمان هيغلط بس انا بقى بلافت نظري حاجه مهمه جدا ضربه الجزاء النهارده اللي اتحسبت بتاعه المقاولين في الشوط الاول مقاولين والجيش لو بصيت هتلاقي الحكم سعيد حمزه واقف في مكان رائع واقف صح جدا وشايف الحكم دلوقتي بقى يستنى يقول له يعني ما يحسبش ويشوف يعني هروح للفار لا طب ما انت كنت ممكن تحسبها على فكره شايفها يعني هو واقف بس هي اللعبه يعني راحت لحارس المرمى وهيلعب ولا اللعبه خرجت فهيستأنف لا الكره جت في ايد لاعب وكمله هاند بول وبعدين هو يعني هو كان واقف وضع عمودي على اللعبه وشايفها كان ممكن يصفر ضربه جزاء وبعدين الفار يقول له ولا لا لا هو دلوقتي ما بيصفرش والفار يقول له ولا لا وده تبقى مزعجه جدا لان الحكام عندنا هو الفار مساعد مش هو الحكم هيبداوا يتعاملوا مع الفار على ان هو الحكم يعني انت اي لعبه فيها شك هيعديها هو المفروض اي لعبه فيها شك يحسبها يعني هي قصدك العكس يعني كوره جول مثلا في شك في التسلل فبيتساب التسلل ويجي جول وبعدين الفار يقول تسلل مش تسلل يعني حامل الرايه ما بيرفعش وخلاص احنا لا حامل الرايه بيرفع يعني خلاص العكس حامل الرايه يستنى يشوف الفار الحكم لو كرة ضربه جزاء ما بيصفرش
يستنى من الفار يقول له ضربه جزاء يقول له شوف. فهنبدا هنعمل الفار بتاعنا برده، تجربه الفار بتاعتنا هتبقى زي ما هي، حاجه مختلفه يعني. طب انت طرحت نقطه مهمه جدا عشان برده نشرحها للناس، لو زملائي في الاعداد يشوفوا حتى الكابتن جمال غندور كابتن ياسر عبد الرؤوف يدخل يشرح لنا بس الجزئيه دي، لو في ركله جزاء الحكم متاكد ان هي ضربه جزاء يحسب ركله جزاء؟ ايوه يحسب طبعا. ولا يستنى الفار؟ لا يحسب طبعا. التسلل اللي احنا بنشوفه اللي بشوفه في كل مباريات العالم حكم بيحسب، وبعدين الفار يقول له لا او احنا لا دلوقتي. انا اللي انا شفته النهارده في مباراه النهارده الحكم ما حسبش. طب شوفوا يا جماعه، يعني كابتن جمال غندور، كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن وجيه احمد، اللجنه الفنيه او لجنه الحكام لو عندها تفسير للجزء ده، عشان برضو لو المعلومه عندنا مش واضحه هم يشرحوا لنا، عشان برضو احنا كاعلام او حتى جماهير تبقى عارفه التقنيه بتطبق ازاي في مثل هذه الحالات اللي بيبقى فيها جدل شويه. طيب تنفيذ التقنيه معناه ان احنا هنودع اخطاء التحكيم بنسبه 100% ولا برضو هيكون في بعض الاخطاء بنسبه معينه؟ لا طبعا في اخطاء طبعا. في اخطاء، ما احنا امبارح بنتكلم على كره احمد ياسر ريان فيها وعليها، لا اكيد اكيد الكلام مش هيبقى العالم كله على فكره يعني. مباراه ليفربول وكانت قدام اخر مباراه ليفربول في الدوري، جول كان فيه وعليه والناس كلها قالت الجول مش صحيح، والفار قال لا جول صحيح. فالحقيقه انه اللي انتهت 2-1 2-1. الحقيقه انه الكلام على الفار مش هينهي طبعا اخطات. انا حضرت مؤتمر لكولينا مسؤول التحكيم في الفيفا اللي هو في نهايه مباريات الدور الاول في كاس العالم، هو بيتكلم على الفار، قال انه الفار مش هينهي مشاكل التحكيم لانه في الاخر اللي بياخد القرار حكم. انسان في الاخر والانسان في الاخر الانسان بياخد قرار قد يكون خطا وقد يكون صحيح. ففي الاخر انت بتنهي 90% من حالات الجدل التحكيمي، بس مش تقدر تنهي 100% من حالات الجدل التحكيمي لانه في الاخر في اخطاء يعني. في الاخر هتلاقي في حكام بيخطئوا، بس هيبقى في الاخر ما عندكش الهيصه بتاعه المشاكل التحكيميه الكبيره طبعا كانت بتحصل يعني بتحصل في الدوري المصري. طيب ماتش الاهلي وسموحه بكره، تتوقع تشوف ماتش كبير كره ولا الحاله البدنيه والسفر والعوده؟ برضو سموحه على فكره بقاله فتره ما فيش ماتشات، فما فيش اجنده رسميه. اعتقد مباراه عوده لسموحه هتبقى الموضوع صعب عليها شويه. صعب عليها مباراه الاهلي هيبقى اللعيبه، لانه اغلب اللعيبه اللي موجوده في القائمه هي اللعيبه اللي كانت موجوده في جنوب افريقيا، فالمباراه هتبقى برضو صعبه. اتمنى ان الاهلي يقدر يحقق الفوز عشان يكمل مشواره في الدوري، ويبدا فكره العوده البالانس اللي بين البطولتين دي لازم الفرقه تعرف تعملها كويس عشان ما ينشغلوش بالانتصارات الافريقيه ويروح علينا الدوري وفكره الانتصارات المتتاليه. اتمنى ان ربنا يكرم الاهلي بكره يحقق الفوز، واتمنى التوفيق طبعا لكل فرق الدوري المصري. طيب الدوري الفتره الجايه تتكلم في سموحه، تتكلم في انبي، الانتاج، اسوان، مدى المنافسه او مدى اهميه الفرق اللي هتلعبها الفتره الجايه في المستويات، سموحه، انبي، الانتاج، اسوان. انت ما لعبتش انبي او دي اول مباراه لي، اول مباراه المؤجله من الدور الاول، دي اخر مباراه الدور الاول. انت الانتاج حققت فوز كبير عليها في الدور الاول 4 أهداف اعتقد او 3، اسوان كسبت في اسوان 5، فاعتقد انه الاهلي لو في حالته ونجومه في حالتهم هيحققوا فوز بمنتهى البساطه. ولكن انت في الاخر الكوره مش مضمونه، انت ممكن تكون في فريق كبير جدا وداخل مباراه وانت ضامن تكسب، ولكن الكوره 90 دقيقه ما تديكش اللي انت عايزه. ولكن اتمنى انه الاهلي يقدر يحقق ال 12 نقطه عشان يدخل فتره توقف الدوري وهو رصيده 60 نقطه، يبقى رقم اتمنى ان احنا نوصل له وندخل توقف الدوري واحنا بقى الاهلي قاب قوسين او ادنى من تحيه لقب بطوله الدوري. فكره خلق الدوافع الجديده بمعنى انك تلعب دوري لا هزيمه، ده خلق دافع جديد، انت بتخلق دوافع جديده جوه الفرقه. طبعا طبعا، دوري لا هزيمه ودوري اكبر عدد نقط، انت اعتقد انه اكبر عدد النقط حقق الاهلي حاجه و80 88 نقطه مع كابتن حسام البدري حققوا. وطبعا في دوري 2004 2005 مع مانويل جوزيه كان 17 كان 2 وكان 22 فوز وتعادلين لانه كان 11 كان 13 فريق اعتقد كان 14 فريق الدوري. ف انت بتتكلم في المباريات اللي بدون خساره حقق 22 فوز وتعادلين. اعتقد ان انت لو قدرت تحقق 30 فوز السنه دي فهتوصل ل 90 نقطه، ولو اربع مباريات ثانيه تعادل 94 نقطه، او لو حققت 32 فوز يعني لو وصلت كمان لل 100 نقطه هيبقى رقم اسطوري اكيد. هو طبعا صعب، ولكن اتمنى انه الاهلي يقدر يحققه، لان انت في الاخر انت عدد نقط الدوري المصري 102 نقطه، فانت محتاج تحقق الفوز في 33 مباراه وتتعادل في مباراه عشان تاخد ال 100 نقطه. اتمنى ان فايلر يعملها ويحقق رقم
لن نتكرر في تاريخ الكره المصريه اكيد. طيب سياسه المداوره والروتيشن تتوقع ده بكره في مشهد في ماتش الاهلي وسموحه اكبر الغيابات إجبار. الغيابات هتخلي فيه انت عندك في الدفاع بس محمود متولي وياسر ابراهيم مش موجودين. انت عندك بكره الدفاع خلاص انت محمود وحيد ورامي. محمود وحيد ورامي وايمن اشرف وفتحي اوهاني ده مؤكد. ممكن تلاقي احد الباكات مساك لا مفيش ما هو انت اصلا انت موجود يعني خلاص رامي وايمن وايمن هيلعبوا فتحي اوهاني على الظهير الايمن ومحمود وحيد او علي معلول مفيش انت علي معلول في القايمه علي مش موجود علي في القايمه محمود موجود. وحيد خلاص محمود مؤكد بس في الوسط ممكن تلاقي حسام عاشور جنب السولية او يعني ممكن حد من السولية او ديانج يريح ممكن تتفاجئ بالعربي بدر موجود الثلاثه اللي قدام يعني دي بقى جوزيل ما فيهاش ما فيهاش يعني انت نفس المجموعه مجدي قفشه ومعاه وليد وحسين او معاه الشيخ الشيخ وحسين او معاه يعني جيرالدو بس اللي خرج نتيجه جيرالدو وقدام باجي او مروان وخلاص الموضوع خلصان يعني فانت حتى التغييرات يعني ما بسطتها احمد عز بسطها لكم على اصل انت بتتكلم في في, في شيل 15 لاعب هيلعب منهم 10 10 ف 10 فيهم اربع ديفندرات شيل منهم اثنين فانت بتتكلم وشيل باك ادي ثلاثه فانت عند وشيل لعيب مهاجم يعني مين هيجيب لك جوان؟ ايه؟ مين هيجيب لك جوان؟ ربنا يكرم ربنا يكرم ان شاء الله ان شاء الله. طيب اختم معاك الجزء اللي جاي واتكلم على المنتخب ليه؟ ليه ايه؟ ده احنا داخلين على الاجنده والله مش قصدي حاجه على فكره. طيب الكابتن حسام بدر استدعى او فكر خلاص في استدعى كورونا عشان ياجل الماتشات. خد بالك احمد حسن كوكا رئيس النادي عنده كورونا. انا بقول لك كابتن حسام استدعى كورونا عشان ياجل الماتشات. استدعى كورونا وهيروح توج وفي حاله كورونا في توج. طيب اربع محترفين صلاح تريزيجيه حجازي كوكا. رايك كيف استبعاد النني؟ النني بيأدي افضل مستوى ليه من فتره طويله. عارف اقول لك على حاجه بس معلش يعني اسف للمقاطعه يعني انا اسف للمقاطعه. والنني موجود استبعد النني. يعني النني مش موجود فالحقيقه هو, هو هو الكلام اللي اتسرب من الجهاز الفني الجهاز اتسرب انه النني اشترط ان يلعب اساسيا فانه عايز يتقال له ان انا هلعب اساسي فلما قالوا لا ما فيش حاجه اسمها ان حد يلعب اساسي قال لهم لا خلاص مش جاي. طب وهل النني ممكن يعمل حاجه زي كده؟ اعتقد لا اصل ده لعيب محترف وسنين في المنتخب. لا ومحمد النني من اللعيبه اللي انا اعرفه كويس قوي تمام مستحيل مش شخصيته يعني خالص خالص انا عارف محمد النني كويس قوي ولكن انت ده معناه ان انت بترضخ للسوشيال ميديا من بدري قوي. شفت انا لسه بقول لك ايه؟ لا يعني ان انت مستسلم جماهيري على فكره لان محمد النني من اهم اللعيبه اللي جت في المركز ده في مصر هفضل اقول ده محمد النني لازم تشوفه في الملعب عشان تعرف دوره. طيب بناء على ايه؟ بناء على محمد النني يعني محمد النني لعب كل مباريات المنتخب المصري مع كوبر لعب كل مباريات المنتخب المصري مع اجيري. محمد النني لاعب اساسي في منتخب مصر من 2011 من وقت ما تم تصعيده مع من منتخب كابتن ضياء السيد لحد بتتكلم عن قوام اساسي يعني طب محمد النني ركيزه اساسيه يا جماعه هو محمد النني بيلعب في ايا كان مكان بيلعب في نادي درجه ثانيه لا ايا كان محمد كان بيلعب في الارسنال وبيلعب دلوقتي في احد اكبر الانديه التركيه فمحمد من اللعيبه المؤثرين ولاعيب اساسي في فرقته يمكن مش متابعين الدوري التركي مش يمكن ما عندهمش اشتراك او عشان بيان ما بتذاعش القناه ايا كان بقى عشان ما بتذاعش في على فكره في قنوات تركيه بتذيع ممكن يعني ب 2 جنيه هيجيب جهاز بس ويتفرج على الدوري التركي الحقيقه استغراب لان محمد النني من اللعيبه المؤثره ومن اللعيبه اللي ليها تقل في منتخب مصر والحقيقه كمان يعني انت مصمم تخليني يعني لا والله بكلمك على الاختيارات في التوقيت اولا الكابتن حسام البدري هيبدا معسكر يوم 23 مارس هي 24 هيسافر توجو عنده ماتش اسف هيتجمع هيلعب هنا هيلعب هنا عنده تمرين الثانية هيلعب يوم 26 في الظروف دي المدرب اللي عنده حنكه وعنده قدره على التفكير لازم يفكر في القوام الاساسي اللي بيلعب بقاله فتره زي ما بيقولوا اللي تغلبه يعني. اللي تغلبه العب فحط طارق جنب النني وحط جنبيهم تريزيجيه وصلاح العب بالفرقه اللي هي حافظه نفسها تلعبش فيها كتير اللي هي تعديك المرحله دي وتعديك الغرقه اللي انت فيها وبعدين ابقى غير بعد كده في تكتيك زي ما انت عايز ما ينفعش تيجي في مباراه مهمه زي مباراه توجو وهي فاصله ومرحليه بالنسبه لك لانك عندك نقطه واحده عندك نقطتين انا اسف نقطتين تعادل مع كينيا وتعادل مع جزر القمر انت في المركز الثالث في المجموعه وعندك مشكله كبيره لازم تكسب الماتشين او تكسب ماتش وتعادل ماتش فاش المرحله دي تخاطر وتقرر تجرب وتلعب لعيبه جديده جنب بعضها زي ما عملت في ماتش كينيا فاللعيبه يقعدوا لحد الدقيقه 75 مش فاهمين حاجه والفرقه متخبطه انت مش هتلحق لا تجرب تكتيك
ولا تحفظ اللعيبه حاجه، فاللعيبه هتلعب باللي حافظاه، فالعب باللعيبه اللي هي حافظاه. يعني العب باللعيبه اللي هي حافظاه لحد ما تعدي المرحله دي، وبعدين لما يبقى عندك معسكر طويل ابدا غير وجرب وهات لعيبه جديده. انما انت زي ما انت قلت اللعيبه يعني كابتن حسام البدري حاجه لطيفه جدا، قال لك الدوري المصري لا يفرز لاعبين جيدين، فما قرر يجرب او قرر يضم محترفين ضم مين؟ ضم 4 لعيبه بس. طب يعني انت ضميت 4 لعيبه، يعني انت هتلعب مع كده انت هتضم حوالي مثلا 20 لعيب محلي. لو ال4 لعيبه اللي انت جبتهم هيلعبوا اساسيين، وده مش حقيقي، هتلعب 7 محليين. فانت عندك 7 محليين. سبعة مين؟ محمد شناوي مؤكد اكيد، سردباك جنب حجازي هيبقى، ممكن هيبقى رامي ربيعه او ممكن يبقى محمود علاء او باك ياسر ابراهيم او ياسر محمود علاء ياسر ابراهيم اسف هيلعب أقل. باك ظهير ايمن قد يكون احمد فتحي او محمد هاني، ظهير ايسر مش هينفع ياخد علي معلول، فممكن محمد عبد الشافي يرجع او يضم حد احمد ايمن منصور او محمد حمدي من بيراميدز ممكن وسط الملعب خلاص طارق، وهيلعب جنبه السوليه. طب لو طارق والسوليه مفيش مشكله ان يلعبوا كتير، ملعبوش جنب بعض خالص. لا السوليه دخل منتخب ولعب جنب طارق قبل كده، لعبوا ماتش نيجيريا هناك، ماتش ودي في نيجيريا وخلاص ملعبوش تاني، فلما السوليه اتصاب وخلاص ملعبوش تاني. فالسوليه وطارق ملعبوش جنب بعض، والحته دي ما ينفعش لعب فيها كتير. قدام خلاص الحته اللي قدام تريزيجيه وصلاح وعبد الله، وهيحط مروان او كوكا. طب خلاص يعني جت على النني. طب ماشي وقف النني بس. يعني بص اقول لك على حاجه، طبعا ما ينفعش اقول رايي الشخصي، بس انا بتكلم فكره ان النني تحديدا في المكان ده يعني الناس ما حسيتش بتاثير كبير ليه، وحتى مباراته في مصر مع كينيا لما نزل حصلت مشاكل كتير في نص الملعب. فاكيد الكابتن حسام شايف وجهه نظره في الاختيار ان هو عايز يشوف حد جديد، عايز يدي دوافع جديده، عايز كمان النني لو هو مش موجود في المعسكر ده يشتغل على نفسه عشان يبقى موجود بعد كده. يشتغل على نفسه اكتر من هو بيلعب اساسي في الدوري التركي. ما هو مش شرط يكون بيلعب اساسي. يشتغل على نفسه اكتر من كده ايه؟ احمد المحمدي بيلعب اساسي. هو احمد المحمدي كان يجب ان يتم ضمه، ولكن هو احمد المحمدي ما انضمش عشان الاحداث، انت عارف الاحداث اللي كانت موجوده قبل كده. يعني ربنا يعني بص نتمنى ان منتخب مصر ربنا يوفقه في مباراتي توجو باذن الله، وان شاء الله يقدر يحقق على الاقل 4 نقط عشان ما يبقاش موقفنا صعب. استعنا بصديق في موضوع الفار، وقال لنا احد خبراء التحكيم يعني فكره ان الحكم لو شاف ضربه جزاء لا يحسب ضربه جزاء طبعا، وان الفار لو قال له لا مش ضربه جزاء بيرجعه او خلاص بقى مكمل. لو ما حسبش ضربه جزاء وهي ضربه جزاء والماتش لا اشتغل وكمل، الحكم بيرجعه، الفار بيرجعه، الفار ممكن يرجعه او ممكن لا. على حسب ده اللي بقوله. ده اللي انا بقوله، لكن النهارده بيقولوا الحكم حسب ضربه جزاء. لا في الحالتين ما كانش مدي القرار. لا في الحالتين كره مشيت، ده في الكوره بتاعه طلائع الجيش وصلت لدرجه ان هي راحت كورنر للمقاولين الناحيه الثانيه، وبعدين رجع حسب ضربه جزاء. في الحالتين ما حسبش. في الحالتين الفار اللي رجعه، ده في حاله ثالثه كمان ما حسبهاش، كانت على ابراهيم صلاح. تمام، يعني في حاله ضربه جزاء ثالثه ما حسبهاش. طيب اخر سؤال معاك، الفتره الجايه متفائل ان العمل في الكره المصريه ممكن يكون في نتائج ملموسه؟ زي يعني انتخابات قريبه قبل الاولمبيات ولا بعد الاولمبيات؟ الدوري المصري شايفين فيه فار، شايفين فيه كره موحده خلال فتره قريبه جدا، فانت رايح في اطار انك خلاص بعض المعايير اللي انت عايزها في الدوري المصري هتبدا تتطبق. بص خلينا نكون، بص انا واحد من الناس اللي من طول اغلب الوقت عندي على يعني بعض تساؤلات اللجنه الخماسيه، ولكن نتفق او نختلف، هم نجحوا في ملفات ولم يوفقوا في ملفات. ملف الدوري الحقيقه ماشيين فيه كويس قوي، بنسبه يعني الفار قالوا ان هم هيطبقوه في الدور الثاني وطبقوه. الكره الموحده خلاص هيبدا يتلعب بيها الدوري. انتظام الجدول ماشي كويس، ممكن يكون لينا تساؤلات على وضع الجدول ووضع المباريات وترتيبها في بعض الماتشات، ولكن الجدول منتظم. قرار إقامة مباراة الأهلي والزمالك ده كان قرار الحقيقة ممتاز صح. تطبيق العدالة على الكل، تطبيق القرارات. أعتقد إنه لو كملنا الدوري واللجنة كملت الدوري بالطريقة دي، فأعتقد إن هي سفلتت الطريق كويس قوي لأي حد جاي. الانتخابات قبل ولا بعد طوكيو؟ معلومتي بعد. بعد. طب هم عايزين يخلوها قبل؟ لا. طب ليه طلع كلام إن اللجنة عايزة الانتخابات قبل؟ ولا كلام مش حقيقي. مش حقيقي. انتخابات من 12/8 من بعد 12/8. بس في حاجه مهمه جدا، هل طوكيو ممكن تتلعب في ميعادها؟ ودي الازمه.
سالت المهندس شريف العريان قال لي اللجنه الاولمبيه الدوليه ما فيش اي تصريحات بخصوص الامر ده. وتوماس باخ نفسه كمان قال ما فيش اي. بس هو انت عندك في ازمه مهمه جدا ان في تصفيات لبعض الالعاب ما اتلعبتش. قال ده وقال متاجله فتره معينه. ما هو بقى لسه بالنسبه للاحداث لسه فمش بالنسبه للاحداث. فهل لو الاولمبيات نفسها اتاجلت لديسمبر كما يقال وطبعا ده هيبقى فيه خسائر فادحه للعالم كله واليابان طبعا اكيد طبعا ازمه كبيره. ده الخسائر من دلوقتي كمان. لو البطوله اتاجلت نفسها اعتقد ان الانتخابات هتتعمل بدري. تعمل بدري بس هو في قانون. يعني المشكله ان في قانون بس انت عندك حاله استثنائيه. واللائحه ما فيش حاله استثنائيه. اللائحه بتاعه لائحه النظام الاساسي بتاع اتحاد الكوره ماشيه على القانون على فكره وقايله الانتخابات تتعمل في التوقيت ده. طيب الناس هتنزل قوائم ولا فرديه؟ معلومتي المهندس انا بريد داخل لوحده مش قائمه. بدون قائمه. مفاجاه؟ لا مش مفاجاه. فين المفاجاه؟ كان طبيعي بينزل بقائمه. لا مش نازل بقائمه. او حتى اللي بينزل رئيس وشخصيه معروفه لازم بيختار الشخصيه اللي على حد معلومتي انا. المهندس انا نازل من غير قائمه. نازل من غير قائمه. هل بقى لو في حد تاني نازل بقائمه قدامه او حاجه الله اعلم. بيريح دماغه؟ اعتقد مش بيريح دماغه اعتقد. بص الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي طيب نخليها للثلاث الجاي. الثلاث الجاي ان شاء الله. ابو حميد بشكرك نورتنا وشرفتنا بجد. ربنا يخليك يا محمد وانا مبسوط بالحوار معاك وببقى براحتي يعني بدون اكيد بدون اي قيود. بدون اي قيود ربنا يستر. بدون كورونا اكيد ربنا يستر على كورونا وعلى المنتخب اكيد. لا اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن باذن الله. بشكرك ابو حميد وموفق ان شاء الله ونلتقي الثلاث الجاي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ونشوف الثلاث الجاي بقى في دوله هي اللي هتستضيف نهائي دوري الابطال ولا هيبقى في مكتب تنفيذي. يعني الخميس اقول لك زي كل خميس كده بقى كل خميس ان شاء الله باذن الله. اكيد بشكر يا ابو حميد وبالتوفيق يا رب الفتره اللي جايه. اكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده. لكن بعد الفاصل ما تروحوش بعيد لان بعد الفاصل زميلي العزيز الاستاذ محمد الجندي وفقره فنيه عن مباراه سموحه والاحداث الفنيه المتعلقه بمباراه الاهلي في البطولات الافريقيه والدوري العام مع احد نجوم النادي الاهلي السابقين في فتره الثمانينيات كابتن حماده مرزوق. ولكن بعد الفاصل مشاهدي قناة الأهلي أهلا بحضراتكم. لسه معاكم من خلال الأهلي ليلة وفي هذا الحوار أو من خلال هذه الفقرة هنتكلم عن حاجات فنية كتير جدا ونقاط فنية متعلقة بما هو متوقع من الأهلي في المباريات اللي جاية. الانخراط مباشرة في مباريات الدوري العام والدخول بقوة في العودة إلى الصدارة. الأهلي الحمد لله بيتمتع الآن بكل نقاط المباريات اللي خضع حتى يومنا هذا والعلامة الكاملة من كل نقاط المباريات السابقة وكل مباريات الدوري حتى يومنا هذا. وعندنا أرقام قياسية جمهور النادي الأهلي بيحلم بتحقيقها هذا الموسم مع استقرار الأمور فنيا ومع تركيز فايلر وجهازه المعاون ونجومنا ولاعبينا في الفريق الأول كرة القدم في النادي الأهلي وأيضا الكثير من الأمور الفنية المتعلقة بمسيرة الأهلي وتأهله إلى السيمي فاينل أو قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم والجولات القادمة ومباراتي الأهلي والوداد واللي هتبدأ من المغرب. شوط هذه الجولة شوطها الأول هيبدأ بالمباراة الأولى أو مباراة الذهاب في المغرب. خلونا نتكلم ونطرح تفاصيل كثيرة جدا ونسأل عن كل الأمور الفنية وردود الأفعال في الشارع الأهلاوي وأيضا رأي الكثير من الخبراء والمحللين ونجومنا السابقين في الكرة المصرية والنادي الأهلي. خلوني أرحب في بداية هذا الحوار بالكابتن حمادة مرزوق. مساء الخير يا كابتن حمادة وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ محمد. إزي حضرتك؟ عايز أبدأ مع حضرتك برأيك بشكل عام في أداء الأهلي في المباراتين وبشكل خاص مباراة العودة مباراة بريتوريا مع سان داونز. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يمكن ماتشين سان داونز سواء المباراة الأولى أو المباراة الثانية اتعملوا على أحسن ما يكون وتنقلهم أفضل تشكيل وخصوصا الماتش الثاني. الناس كانت مركزة بشكل كويس، الجهاز الفني كان مركز بشكل كويس قوي، قدروا يكسروا حاجز القلق من فرقة سان داونز وقوتهم. الماتش اللي كان برضو قبل كده مأثر شوية نفسيا، عايزين يكسروا الحاجز ده، انكسر الحاجز بشكل كويس. الأهلي قدم عرض جيد جدا في استاد القاهرة يعني إلى حد ما كانت نتيجة معقولة
ريحت شويه النادي الاهلي وقدر يلعب بثقه في الماتش الثاني، قدر يوصل في الماتش الاولاني بشكل مكثف وخصوصا في التايم الثاني. يعني لو حضرتك تفتكر ان التايم الاولاني كان فيه شويه توتر والناس استعجال شويه، الفريق استعجال مستعجل على واعصاب مشدوده شويه، اكيد اتقال كلام ما بين التايمين. اختلف الوضع في التايم الثاني، قدروا اللعيبه تهدي نفسها بشكل كويس، قدروا يوصلهم وجابوا جونين فرقوا كتير جدا في الماتش الثاني. طيب الماتش الثاني في ناس كتير جدا مبسوطه، ردود الافعال فايلر الجهاز المعاون كل المسؤولين في النادي الاهلي، الجماهير سعيده جدا بالتاهل، وبنسمع جدليه طول الوقت يا كابتن حماد مع التاهل ومع السبق في التهديف ومع كميه الفرص اللي اضعناها اللي كان ممكن تعمل لنا سكور قياسي في الثلث ساعه الاخيره من المباراه امام سان داونز. ناس مبسوطه جدا بتقول فايلر طول الوقت بيبين انه مدرب كرييتيف، عنده رؤيه، عنده فيجن، عنده تصور، وعنده تجديد او ابتكار في كل مباراه حتى في التغييرات او في التشكيل اللي بيبدا بيه، وناس تانية بتحلم بثبات التشكيل ما بين الروتيشن او تدوير اللاعبين اللي فايلر والجهاز بيقولوا انه اهم اسلحتنا حاليا، وبين رغبه الناس في انها تشوف تشكيل ثابت دايما بيبدا مباريات النادي الاهلي القويه والمهمه. حضرتك شايف الامور ازاي؟ بص خلينا نبدا في الاول ان الماتش الثاني اتعمل تشكيل مثالي، انا من وجهه نظري من افضل العناصر اللي كانت تقدر تادي هو لعب بيها مستر فايلر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو لعب بطريقه معينه بحيث ان هو عارف قوه نادي سان داونز في خط هجومه ونص ملعبه، بيلعبوا عندهم مهاره عاليه جدا، بيقدروا يوصلوا للمرمى بشكل مكثف، عندهم سرعات عاليه جدا، قدر ان هو يقفل الملعب بشكل كويس قوي، قدر ان هو حته ثلاثه في نص الملعب دي فرق كتير جدا مع الفريق، واعتمد على الثلاثي الهجومي اللي هو الاثنين تحت راس الحربه، اعتمد عليهم على سرعتهم، لان هو كان بيعتمد على الهجم المرتده او الهجمات المرتده السريعه جدا، وده اللي نجح فيه فعلا، وقدر ان هو يقفل الملعب بشكل كويس قوي، وقدر ان هو في اخر ثلث ساعه يوصل بتغييراته. وانا برضو يعني هو ذكي جدا في تغييراته لانه قفل الجناب بشكل كويس قوي، وخلاص فتره معينه اخر نص ساعه او اخر 25 دقيقه عرف ان الناس خلاص اتشدت وبداوا يعني يستسلموا لامر الواقع، الدوافع تقل والطموح يقل، فابتدى زق حسين الشحات ويمكن طلع علي معلول قدام ونزل ايمن اشرف ونزل كمان محمد هاني، قفل الجناب بشكل كويس قوي، ويمكن الناس هجمت حسين الشحات يعني انا شايف من وجهه نظري ان هو عمل نقله كويسه في الثلث ساعه وال25 دقيقه اللي لعبها. يعني عمل خطوره كبيره جدا، قدر يوصل، عمل اضاع لكن عمل شكل كويس للفرقه وخفف بشكل كبير جدا الضغط على مرمى النادي الاهلي. يعني بقى يسحب الفرقه. طب القضيه بتاعه الهجوم او النقد مش هنتكلم عن لاعب واحد او لاعب بعينه، احنا بنتكلم عن تيم كله نجوم، والنتيجه نتيجه للفريق كله دايما، لو فيها يعني فوز او انجاز بيتحقق باذن الله بتبقى محسوبه لجهد الجهاز والفريق كله. حضرتك شايف ايه مشكله اللمسه الاخيره اللي ممكن احنا تعودنا من نجوم النادي الاهلي ان الهجمه لما نوصل بالكثافه دي زي ما قدرنا نخترق دفاعات سان داونز بالشكل ده، انا كان ممكن نخلص الماتش هناك 4-5-1 في الشوط الثاني. ايه اللي ناقصنا عشان تركيز، ولا محتاجين تسديدات اكتر، مهاره التسديد تتراجع كتير عند اللاعبين ويتمرنوا عليه اكتر؟ حضرتك شايف ايه المشكله؟ لا احنا محتاجين واحد زي عماد متعب. يعني احنا محتاجين فيرويد ينهي كل الكلام ده انه يبقى هداف. والاهلي يمكن بيفتقد الحته دي خلال الفتره ديت، انه متحير شويه، يعني الفراوده محيرنا شويه. انما هو في الاول وفي الاخر لو في عندنا راس حربه هداف بيقدر من اقل الفرص ينهي الشكل الكويس للنادي الاهلي والضغط الهجومي بتاعه، هيفرق كتير جدا في النتائج وهيفرق كتير جدا في السكور في الاهداف. هي دي اللي بنفتقدها، زائد ان احنا برضو في بعض اللعيبه بنحملها ضغط شديد. يعني حسين الشحات بيعمل سرعات وعنده مهاره معينه لكن هو مش هداف، فالناس ضغط عليه في حته ان هو يعني لا لازم يهدف. اللمسه الاخيره لسه مش موجوده عنده، حته التهديف مش موجوده عنده بشكل كويس. مفتقدين رمضان صبحي وخصوصا في الفتره الاخيره قبل ما يتصاب، طبعا كان بيعمل فارق في الهجوم كبير جدا، والحقيقه ودور دفاعي كمان مهم في الملعب. وعلى فكره هو كمان طور من ادائه السنه دي، يعني طور بقى هداف. يعني كان الاول بيقعد فترات طويله ما بيجيبش جوان، ممكن يصنع، ممكن يعمل خطوره من ناحيه الشمال لو هو بيلعب في ناحيه الشمال. هو طور اداؤه قبل ما يتصاب بشكل كبير جدا وبقى هداف وبيجيب جوان. طيب رمضان لاعب مؤثر جدا ومهم جدا،
في خط هجوم الفريق واحنا مفتقدينه. بس النقطة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها دلوقتي كابتن حمادة، يعني فكرة احتياج الأهلي للرأس حربة أو لاعب يترجم كل سيطرة الأهلي وبناء الهجمات إلى أهداف، ده كان بيقال في الفترة اللي فاتت لحد ما أتمينا في يناير الماضي صفقتين هجوميتين المفترض بحسابات كرة القدم أنهم مهمين جدا، أن أنا أتعاقد مع رأس حربة سترايكر صريح أفريقي بالمواصفات البدنية للاعب الأفريقي، وأتعاقد مع لاعب عنده خبرات ونجم بينتقل من أندية كانت منافسة لينا بقوة إلى نادي الأهلي هو كهربا، وكمان اللاعب اللي هو عنده الانطلاقات مش بس التهديف وعنده المراوغة. هل الأهلي يعني يكمل أي نقص موجود في منطقة الهجوم بالتعاقدين دول ولا لا؟ الى حد ما دي. الى حد ما انا شايف ان اللاعب الافريقي باجي انا شايف ان هو هيبقى عنصر مهم جدا خلال الفتره اللي جايه، لكن يحصل حته التجانس بس وان هو ياخد، لكن هو عنده امكانيات عاليه جدا، ممكن يكون يعني هربت منه الماتش اللي فات وكانت فرصه كويسه ان هو ياخد ثقه كبيره في ان هو يحط الكره السهله اللي جات له في الماتش الثاني، لكن انا شايف ان هو هيبقى عنصر مهم جدا، وشايف ان هو هيبقى هداف الفرقه لانه عنده كل امكانيات الفرود الصح يعني، او الفرود اللي هو مطلوب في الفرق اللي زي النادي الاهلي، فبالتالي هو بس محتاج حته تجانس، محتاج حته ان هو يخش مع الفرقه بشكل ياخد كويس. ثقه شويه لو بدا التهديف مع الفريق ده ممكن يعلي كيرف اداؤه من مباراه جدا المباراة. جدا بالنسبه لكهربا هو يمكن بعد نفسه، كهربا من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر دي حقيقه، ويمكن التعاقد معاه كان يعني كانت يعني حاجه كويسه جدا واضافه قويه جدا للنادي الاهلي، لكن هو يمكن عطل نفسه شويه، شغل نفسه ببعض الحاجات، ومفترض ان هو يعني موجود في النادي الاهلي التفكير يتغير، السلوكيات تتغير، لازم انا المكان اللي انا موجود فيه اشوف الوضع بتاعه ايه، او اشوف الامور بتبقى ماشيه ازاي في النادي الاهلي، النادي الاهلي غير اي نادي، فمفترض ان هو لازم يغير تفكيره بشكل كبير جدا، وانا شايف برضو ان هو ممكن يكون ده درس قاسي جدا ليه، وان شاء الله لما يرجع هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم عن التشكيل اللي بدا بيه فايلر مباراه العوده في بريتوريا على ملعب سان داونز او ملعب لوكاس موريبي. كان في اشاده من اراء كتير، شخصيات كتير جدا قالت انه يحسب للجهاز الفني بقياده فايلر ولفايلر نفسه انه بدا بالخمس لاعبين المحترفين بالقوه الضربه اللي عندها المواصفات، اللاعبين الافارقه المحترفين في النادي الاهلي، ودول المفترض ان هم بيبقى القدرات البدنيه اعلى والسرعات، وده انسب اختيار انه يبدا بيه مباراه امام فريق افريقي على ارضه بين جماهيره. راي حضرتك ايه في النقطه دي؟ تمام، بدليل انا قلت لحضرتك ان افضل تشكيل هو عمله وكان مركز جدا جدا في حته التشكيل، كون ان هو بيقفل الملعب بشكل كويس وبيلعب بثلاثه في نص الملعب، وده كان ذكاء منه انه يلعب محمود متولي في نص الملعب، لان انا شايف ان محمود متولي من اللعيبه اللي عندها امكانيات عاليه جدا، سواء بيلعب مساك او ديفندر، فهو عنده امكانيات عاليه جدا، قدر ان هو يستغله ويستغل وجود رامي ربيعه مع ياسر ابراهيم، ويمكن برضه من مكاسب الماتشات الاخيره ياسر ابراهيم، انا شايف ان هو من الباكات الجامدين جدا اللي ان شاء الله برضه هيفرقوا مع النادي الاهلي، وهيقدر يسد الحته دي بشكل كويس سواء مع محمود متولي او مع رامي ربيعه، فدي هتفرق كتير جدا. وانا يمكن قلت لحضرتك برضه في الاول ان فرق كتير جدا الثلاثه الفراوده الافارقه، لان هو كان اعتماده على الهجمات المرتده السريعه، هيقفل بشكل كويس ويعتمد، لان كمان فرق سان داونز الديفنس بتاعها هو اضعف الخطوط اللي موجوده، فكان تفرق كتير جدا حته السرعات، ويمكن برضه فرق كتير جدا الثلاثه اللي موجودين قدروا برضه يهدوا فرق سان داونز بشكل كويس قوي، لانهم بيدافعوا وبيهاجموا، يعني بيدافعوا صح وبيهاجموا كويس قوي، زائد حته السرعات اللي كانت موجوده عندهم، ويمكن كمل الامر حسين الشحات برضه، يمكن بضاعه الاهداف والحاجات، لكن زي ما قلت لك ان هو عمل خطوره كبيره جدا وعمل شكل هجومي خلال الفتره الاخيره. يعني مشاركته دي لو ترجمت منها بعض المراحل اللي بيوصل فيها المرمى المنافس للمسه الاخيره او التهديف او انهاء الهجمه بشكل سليم، هيعمل فرق كبير جدا. كان هيعمل فرق كبير جدا 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 يعني، فانا شايف ان هم خد يعني كان تشكيل مثالي ولعب بطريقه عمليه جدا، وده اللي عجبني في تفكيره، ان هو قدر بيشوف الماتش عامل ازاي، قرا السيناريو بتاع الماتش قبل الماتش، وده برضو بيبقى ذكاء من المدرب نفسه، ان هو عايش الجو بتاع المباراه، قدر يقفل فعلا الخطوط كلها، وقدر ان هو في الاخر كان ممكن يبقى فيه اهداف لينا يعني.
ديفيد سيزا كان بيتكلم خلال الايام اللي فاتت وبعد التاهل والتعادل الايجابي والمباراه اللي قدمناها بشكل رائع امام سان داونز على ملعبه، انه النادي الاهلي متفرد عن المنافسين حاليا بقضيه او باسلوب تدوير اللاعبين او روتيشن. بيقول ان ده بيساعد على ان انا اقدر افاجئ الخصم وعمل تغييرات وتاكتكس مناسبه لكل مباراه وتشكيل مناسب لكل مباراه بيبقى خارج التوقعات، وانه كمان يخليني اقدر استفيد بقدرات اللاعبين ويحصل كل واحد منهم على فترات الراحه الكافيه له، فما افقدش لاعب من الاجهاد او الاصابه على مدار الموسم، او ان ده ما يتكررش كتير لان بعتمد على كل النجوم، وان ما عنديش حاجه اسمها او الجهاز ما عندوش بقياده فايلر حاجه اسمها لاعب اساسي النهارده ولاعب بديل. بيقول كل طريقه اللعب هي النجم في النادي الاهلي حاليا. الكلام ده هل حضرتك شايف انه مقنع اكتر من مطالبات الناس بان الاهلي دايما على مدار تاريخه كان بيبقى فيه 11 بيبداوا تغييرين ثلاثه متعارف عليهم في المراحل المستقره جدا في تاريخ النادي الاهلي فنيا؟ خلينا نتفق في الاول ان اللي وصل الامور لكده هو اداره النادي الاهلي، لانها قدرت توفر مجموعه من اللعيبه في كل الخطوط، وكان الاول مفترض ان بيبقى فيه 15 16 لعيب بيعتمد عليهم في اي فرقه خصوصا في النادي الاهلي، لكن الدايرة وسعت والنجوم كترت والصفقات التقيلة موجودة، فبالتالي ده حاجة تحسب لمجلس الإدارة دي أولا. ثانيا كون إن أنا أقدر أدور اللعيبة دي بشكل كويس ده بيبقى ذكاء من المدير الفني. زائد كمان في حاجة مهمة جدا، حتة التدوير والتغييرات لازم تكون في نطاق ضيق جدا. ليه؟ لأن دايما لما بتوسع دايرة التغييرات بيحصل خلل في الفرقه، فهو بيغير في حدود طريقه معينه او شكل معين بحيث ان هو ما يحصلش خلل في الاداء نفسه بالظبط كده. فبالتالي هو ممكن يكون في 2-3 بيخشوا في كل ماتش، لكن لو زود عن كده بيحصل خلل في الشكل العام للفرقه، وده فعلا ما يساعدش في اداء شكل كويس للنادي الاهلي. طيب هنتكلم شويه عن الفراوده في مصر بشكل عام، ونرجع نكمل كلامنا عن الاهلي ومشواره في الدوري والمتوقع في المباريات الافريقيه الجايه ان شاء الله، وان كان عندنا فارق زمني جيد جدا بنقول ان احنا هنغلق مؤقتا الملف الافريقي ونركز على الدوري، لكن الكل طبعا طموح الجماهير وعقلها وتفكيرها طول الوقت في مباراتي الاهلي والوداد واللي هيبداوا من المغرب ان شاء الله. كابتن حماده، الفرود الصريح، طريقه اللعب اللي شفناها، هنستبعد نوعيه اللاعبين دلوقتي اللي زي الكابتن محمود الخطيب لانهم كانوا بيتفردوا بمهاره عاليه جدا. الكابتن الخطيب واي لاعب مشابه في ستايله او امكاناته قريبه منه كان بيلعب بنفس الشكل، دي بتبقى لاعبين عندهم قدرات استثنائيه فبيبقى مكسب كبير لاي فريق ولاي مدرب. لكن المهاجم الفرود اللي شفناه على مدار تاريخ الكره في مصر في انديه كتيره، الاهلي والزمالك والاسماعيلي وفي منتخب مصر، يعني نوعيه اللاعبين اللي مروا علينا اللي هو الربع فرصه بتيجي جون، مش هقول بالترتيب طبعا ومع حفظ الالقاب للجميع، نجوم كبار حسام حسن، ايمن شوقي، محمد رمضان، جمال عبد الحميد وغيرهم من النجوم اللي هي الفرصه جون، ليه ده غاب من الملاعب المصريه؟ بمناسبه ايمن شوقي على فكره قبل ما اخش الاستوديو على الهواء كان ايمن معايا على التليفون ويمكن اتكلمنا في بعض النقط يعني، وطبعا تحياته لاداره القناه والقناه نفسها والجمهور كله. نجم كبير طبعا وغالي علينا جميعا كابتن ايمن، ويعني له يعني مكانه كبيره جدا في قلوب وفي ذاكره الاهلاويه والجمهور الكره في مصر. هو من اعز الاصدقاء والناس المخلصه جدا للنادي الاهلي ومتابع غير عادي لاخبار النادي الاهلي، دي اولا. ايمن شوقي وحسام حسن وجمال عبد الحميد كل المجموعه دي كانت لعيبه على سبيل المثال الحصر نجوم كتير في المركز، محمد رمضان، محمد رمضان في يقدر ينسى محمد رمضان، كنا بنبقى عارفين معدل اهدافه كل سيزون كل موسم في الدوري والكاس بنسمع رقم من الاهداف لكل واحد من اللاعبين او من النجوم دول، ده ليه اتغير؟ اتغير لان المواهب قلت، المواهب بشكل عام قلت، الكره بقت زي الصناعه، لما بتلاقي لعيب موهوب بيبقى نادر جدا، يعني في لعيبه ما بتتكررش خلاص، يعني كل مثلا ممكن 50 سنة 60 سنة ممكن يطلع واحد زي مثلا الكابتن محمود الخطيب مثلا، واحد زي ابو تريكة، واحد زي بركات، يعني الفلتات حسام حسن صعب جدا يتكرر. فالمواهب ايامها كانت موجوده وكانت في على طول، يعني حسام حسن بيبطل عماد متعب موجود، عمرو زكي موجود، لعيبه موجوده والمواهب دايما موجوده، المواهب قلت فبالتالي الموهبه بتظهر قوي في اللعيبه اللي هي موجوده قدام الجون او الفراوده يعني. فبالتالي احنا مش شايفين ما بقيناش بنشوف النوعيه دي من اللعيبه، يعني حتى اللي بيلعب فرود في اي نادي وفي المنتخب بنشوفه دايما بيعمل دور، بيعمل سبورت، بيعمل دعم للاعيبه الوسط المهاجم القادمين من الخلف او اللي هيحرزوا الاهداف ويكملوا.
بنقول عنه انه محطه، انه الكره بتقف عنده ويسند ويعمل مشكلات بدنيه او يدافع عن الكره ويحضن على الكره ويحجز عنها المدافعين لحد ما يقدر يجهز فريقه الهجمه بشكل صح او ان فريقه يحصله. ليه ده اتغير؟ هل دي طريقه اللعب عالميا دلوقتي اللي بتعتمد على لاعبي الوسط المهاجم اكتر؟ ده يعني دليل صدق كلامك ان دلوقتي في اغلب الفرق الكبيره ما بتلعبش بفروت صريحه. يعني هي دي برضو مشكله، يعني الشكل القديم ان فيرود يبقى موجود وهو يبقى محطه ويبقى هو اللي موجود عشان الناس كلها تحضر عليه وتشتغل عليه خلاص بقت قليله. بس ده بيضيع نص حلاوه الكوره. بالظبط كده، لان المواهب قلت برضو، لان انا ده تاكيد على ان الموهبه، لان في لعيب بيبقى موجود في ال 18 يعني ممكن ما تحسش بيه وبيتحرك في 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 ال 90 دقيقه مثلا مرتين يجيب لك جونين، هو ده كان الهداف. يعني بضرب مثل دايما بعماد متعب، ما دايما تحس ما تحسش بيه، ما تحس ان عماد متعب ممكن فترات من المباراه يبقى غايب تماما بس الفرصه جون نص فرصه جون. بالظبط النوعيه بتاعت عماد متعب مش موجوده، بالتالي المواهب زي ما حضرتك قلت خلاص قلت بشكل كبير جدا، فبالتالي طريقه اللعب بتتغير على اساس اللي موجود عندك. يعني دايما المدرب بيشتغل بالامكانيات اللي موجوده عنده، يعني حسب طبيعه اللعيبه اللي بالظبط كده. يعني مثلا بضرب مثل بمانو جوزيه، كان الناس بتلعب بفرود مثلا واحد، عنده فرودين جامدين جدا فيلافيو وعماد متعب، غير الطريقه عشان يلعب الاثنين ويستفاد من مهارتهم ومن اهدافهم، فبالتالي غير طريقه اللعب. لانه كان في الاساس الفتره دي جوزيه كان بيلعب بطريقه 3 4 3 وكان بيعتمد على اثنين من النجوم اللي هم لاعبي الوسط المهاجم زي بركات وتريكا وقدامهم راس حربه وحيد مثلث هجوم، غير الطريقه لان عنده اثنين فروده. طب فين الفرقه اللي عندها دلوقتي فرودين جامدين زي فلافيو وعماد متعب؟ صعب جدا، فبالتالي الطرق بتتغير وبتتغير على اساس اللي موجود عندك. طيب هل يعني ان انا استفيد بقدرات بادجي لحد دلوقتي كل الرهان عليه على قدراته كمهاجم افريقي، الطول، السرعه اللي شفناها في اكتر من انطلاقه في المباريات اللي فاتت، القوه البدنيه اللي هي بتحتاج ان انا اعمل كرات عرضيه كتير واستفيد من مواصفاته البدنيه كمهاجم قوي وطول اللاعب في العاب الهواء، وان من غير ده انا مش هستفيد بقدرات اللاعب. في ناس كتير بتقول انا لازم ابدا انوع في طريقه هجومي في الفتره الجايه في الدوري في بطوله افريقيا لان وجود لاعب من نوعيه بادجي خليني اشتغل على الكرات العرضيه كتير. راي حضرتك ايه؟ تمام. اولا بادجي انا اول ما نزل في الماتش الاولاني الجزء حوالي 20 دقيقه او 15 دقيقه انا عرفت ان هو الراجل هيبدا بيه الماتش، وده كان احسن القرارات اللي خدها فعلا المدير الفني. انا شايف ان هيفرق كتير جدا لو خد ماتشات خلال الفتره اللي جايه دي، هيفرق كتير جدا، هيحصل تجانس، هيحصل ثقه، هياخد على الفرقه تحركات، وخصوصا ان احنا عندنا باكين او عندنا اطراف دايما بتعمل كرات عرضيه مثاليه. طبعا عندنا علي معلول وفي احمد فتحي او محمد هاني بيعملوا كرات عرضيه مثاليه، فبالتالي ممكن يفرق كتير جدا وياخد الثقه بحيث ان هو لما نبدا في الدور قبل النهائي يكون هو فعلا بادجي قدر ان هو ياخد ثقه عاليه جدا ويفرق كتير جدا معانا في بطوله مع الكوادر اللي موجوده، مع مروان محسن، مع كل خط الهجوم كهربا وكل المجموعه اللي احنا بنتكلم على كل مجموعه قويه جدا. احنا بنتكلم على اساس ان هو جاي، يعني لسه جاي وهيبقى ليه دور. مروان محسن ليه دوره، واجايم برضه ليه دوره، كل الناس ليها ادوار. ده اللي بيرد بيه طول الوقت الجهاز الفني على اي حد بيطلب ثبات التشكيل، بيقول لهم يا جماعه الموسم اصبح صعب جدا، ما اقدرش اعتمد على 11 او 13 لاعب بس، بتحصل ايقافات، بتحصل اصابات، بيحصل اجهاد، حاجات بتخرج عن حسابات الاجهزه. لو ما كنتش، وده اخر تصريحات قالها بعد مباراه الاهلي وسان داونز في بريتوريا ديفيد سيزا، انه بيقول لو اعتمدنا على مجموعه او تشكيل اساسي فقط والتغييرات الاضطراريه وقت الجد، وقت ما يبقى عندي اصابه او ايقاف لعنصر مهم وده بيحصل، مش هلاقي البديل جاهز، مش هلاقيه في التوب فورم بتاعته. طبعا ده كلام مظبوط وده كلام مدرب محترف، واللي بيساعده على كده زي ما قلت لحضرتك برضو الامكانيات اللي موجوده، عنده لعيبه على مستوى عالي جدا وكله قريب من بعضه، حتى اللي بره خالص هو قريب من الاساس اللي موجود، فبالتالي بتساعد المدير الفني بشكل كبير جدا ان هو يقدر يغير ويقدر يعمل عمليه التدوير في النطاق ده زي ما قلت لحضرتك برضو عشان ما يحصلش خلل في الاداء. هل احنا تعاملنا او استفدنا من دروس الموسم اللي فات وقدرنا نتعامل بجديه اكتر مع مباراه سان داونز الموسم ده او مع المباراتين؟ سفر 6 ايام قبل المباراه، وجود رئيس النادي الكابتن الخطيب رئيس للبعثه، التدريب في نفس الميعاد كل يوم حوالي 5 ايام قبل المباراه،
استفدنا من ده في الملعب يوم المباراه. على فكره كان من احسن القرارات اللي اتخذت فعلا ان النادي الاهلي راح قبليها بفتره طويله، وده يفرق كتير جدا 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 مع النادي الاهلي، لان كان في تركيز شديد جدا، زائد بتاخد على اجواء هناك. واللي بيساعد على كده كمان ان الناس هناك مؤدبين، يعني جنوب افريقيا والفرق دي الجمهور بيحب الكوره وبيحب الكوره وبيستمتع غير مشاكل يعني. بالظبط كده، ده اللي ساعد، مع وجود طبعا كابتن محمود الخطيب بيدي ثقه كبيره جدا، بيدي نوع من انواع الهدوء، بيدي نوع من انواع الاطمئنان للفريق. طب الناس كلها مطمنه، الناس كلها معاها كبير، معاها نجم كبير جدا، فبيفرق كتير جدا. هو كان ذكاء منه، ويمكن جه على برضه على يعني على تعب طبعا مشقه السفر وكده، لكن طبعا كان وجوده ضروري جدا وفرق كتير جدا مع الفرقه، والحمد لله قدرت الناس تفرح جمهور النادي الاهلي. طيب عايزين نتكلم شويه عن تصريحات النجم الكبير علي معلول، وكمان عايز حضرتك تعلق على حاجه، يعني دون ذكر اسماء جالي من مشاهد كريم بيتابعنا طول الوقت، بعت لي يعلق على راي ضيف من ضيوفنا الاعزاء، انه هذا المشاهد بيقول يعني انه بيزعل جدا لما ضيف بيتكلم عن لاعب لوحده وبيقول ان النجم كان فلان او ان اللي صعد بينا فلان، لانه بيقول يا جماعه ده جهد تعاقدات وكتيبه عمل في الجهاز الفني ورؤيه فنيه لمجلس الاداره ولجنه التخطيط وبعدها كتيبه نجوم في الاهلي، في كل الخطوط في لاعبين متالقين، فبيقول انه بيعترض وبيختلف جدا مع الراي اللي بيشيد بلاعب واحد بس. احنا معاه بصراحه، انا عن نفسي معاه، ويمكن انا اقول حبيت بس اقول رايي قدام الساده المشاهدين على الهواء احتراما لرؤيته، يعني لا رؤيته مظبوطه طبعا، وانا معاه في الرؤيه ديت، وخصوصا ان انا قلت لحضرتك ان في الاول خالص ان اللي ساعد الجهاز الفني انه يقدر يدور اللعيبه كلها ان عنده نجوم. ما هو لو انا عندي 13 او 14 او 15 لعيب بس، فمش هقدر اعمل الحته دي، هيحصل اجهاد وهيحصل غصب عني، لان مش ما عنديش البديل القوي اللي يقدر يسد اي لعيب اساسي موجود عندي وبريحه. لكن النادي الاهلي متوفر فيه الحته ديت، ويمكن دي برضو نقطه مهمه جدا تحسب للاداره، اداره النادي الاهلي، ان هي ساعدت المدير الفني. المدير الفني بقى العناصر دي كلها بيقدر يشغلها صح، دي بتفرق كتير جدا، وبتبقى اضافه قويه جدا ان معاك مدير فني او جهاز فني متكامل، عنده ذكاء في التعامل، بيقدر يستغل الامكانيات اللي موجوده عنده، بيقدر يستغل المهارات اللي موجوده عنده ويطوعها بشكل كويس قوي، بيقدر يشوف ممكن يلعب مثلا عنده 4-5 ماتشات خلال مثلا 20 يوم، بيقدر يدور العمليه في نطاق ضيق ومن غير ما يحصل اي اجهاد زي ما حصل الفتره اللي فاتت في الدوري، ان هو قدر يعني ياخد البناط كلها بتاعه الماتشات، وده طبعا حاجه تحسب ليه، ويعني قدر ينجح بقى فعلا في ان هو يفرق كتير جدا مع بطوله الدوري اللي هو راجع لها، فبالتالي مش هيحصل عمليه الاجهاد، لان هو بيحسن استغلال الامكانيات اللي موجوده عنده من اللعيبه. وحتى في الدوري يعني في رؤية طبعاً. ان المباريات اللي جايه بتبقى فيها فرص بتعطى لعدد كبير جدا، وبيتم فيها تدوير نجوم الفريق بشكل ومشاركه البعض وحصول البعض على راحه والنزول بالحمل البدني والجهد البدني لعدد من نجومنا عشان يقدروا يكملوا المشوار بنفس القوه. وده واضح، ده اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، من بدايه من ماتش بكره سموحه ان شاء الله باذن الله. فانا شايف ان هم هيقدر يدير العمليه وخلاص، يعني في ثقه كبيره جدا، هو بيشتغل دلوقتي بثقه كبيره جدا، هو فايلر بصراحه هو يستحق، لان هو كان اتقال ان هو لسه ما قابلش ماتشات الجامده الثقيله، لا هو قدر فعلا اتعامل مع مباراه قويه جدا بذكاء، تفوق في اختبار صعب امام سان داونز جدا جدا، فبالتالي لا خلاص هو خد ثقه وابتدى يتصرف باحترافيه شديده جدا، وبيقدر يستغل فعلا الامكانيات اللي موجوده عنده من اللعيبه. كنت بسأل ضيفنا في حلقة سابقة النقد الرياضي الأستاذ محمود صبري، بقول له هل احنا قربنا خطوة من حلم جماهير الأهلي ان احنا نرجع نبقى مسيطرين على مبارياتنا حتى خارج ملعبنا مع الخصوم الأقوياء؟ قال لي احنا قربنا من ده، احنا كنا قريبين جدا ان احنا نخرج بنتيجة او بنقاط المباراة وبالفوز كمان بعد الشكل الرائع اللي ظهرنا بيه امام سان داونز، وبيقول ان ده مؤشر لان اللي جاي افضل، وان ممكن تبقى افضل مبارياتنا بإذن الله ان شاء الله، نتمنى على في البطولة على الإطلاق مباراتنا مع الوداد على ملعبه من جماهير ان شاء الله. وبرضه النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت، فتره الطويله اللي قبل كده، كان بيتميز بانه يقدر ياخد الماتشين على بعض،
فبالتالي كانت الخسائر لو انت حضرتك تلاحظ في التاريخ النادي الاهلي كانت الخسائر بره بتبقى قليله جدا. يمكن فقدنا الحته دي خلال فتره معينه، ابتدى النادي الاهلي فعلا يرجع ليها بان فعلا مدرب بيشتغل بطريقه عمليه. يعني في دايما مدربين بيتهوروا او يقولوا ده احنا النادي الاهلي بنبدا نهاجم ونبدا نفتح الخطوط، الموضوع مش كده، وخصوصا الايام دي في البطولات الافريقيه لازم تتحسب بشكل كويس قوي، ولازم تلعب باحترافيه شديده جدا، ولازم تبقى تستغل الامكانيات اللي موجوده عندك، والمباريات اللي بره لازم تقفل صح وتشتغل صح زي ما اشتغل في ماتش سان داونز الثاني. فرق كتير جدا ان هو اشتغل صح في خلال المباراه دي. طيب خلينا نتكلم عن تصريحات نجمنا، واحد من النجوم الكبار طبعا اللي عاملين جهد كبير في الفتره اللي فاتت، علي معلول، بيقول انه شخصيه النادي الاهلي كانت واضحه جدا في اداء الفريق في مباراه الاهلي امام سان داونز في المباراتين، وخاصه في المباراه الثانيه امام سان داونز على ملعبه في بريتوريا. بيقصد ايه لما نجم من نجوم الاهلي بيقول ان احيانا بيبقى لازم مباريات نبقى فيها لينا شكل معين ولينا اداء اللي بيصف الجمهور بانه اداء النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي؟ هو الماتش الاولاني هو اللي ادى ده، يعني ادى الاحساس بده، لان فعلا الماتش الاولاني اتعمل بشكل كويس قوي، اتعمل بطريقه مثاليه، والنتيجه الى حد ما كانت مرضيه جدا، والاداء كان جيد جدا، وخصوصا من علي معلول. يعني يمكن اغلب الفرقه كانوا نجوم في المباراه ديت، ما يعني ما كله كان متألق بصراحة، يعني وخصوصا في التايم الثاني، يعني كل الناس لما الناس هدي زي ما قلت لحضرتك، لما الناس بدأت تلعب بأعصاب هادية جدا قدروا ان هم يوصلوا بشكل كتير جدا ومكثف خلال التايم الثاني. النتيجة ادت ثقة كبيرة جدا، ورجعت فعلا شخصية النادي الأهلي في الماتش الثاني، ان الراجل برضو تعامل بذكاء في المباراه وما فتحش وما هجمش، لا ده هو قفل الملعب بشكل كويس قوي. وبرضو زي ما قلت لحضرتك ان كان التشكيل مثالي. علي معلول يعتبر من اللعيبه اللي شكل النادي الاهلي، يعني هو يعني علي معلول تحس انه اهلاوي من، وهو الحقيقه يعني عامل طفره كبيره جدا في اداء النادي الاهلي، ومؤثر بشكل كبير جدا، راجل هداف، يعني مؤثرين جدا في الملعب، فانا شايف ان هو اضافه قويه جدا جدا في مع النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم عن العوده لمباريات الدوري العام، ونتكلم شويه عن، خلينا نبقى مع التحكيم قليلا كمان، مؤشرات التحكيم واشاده الناس بدور الحكام في جوله مباريات ربع النهائي او دور الثمانيه. هل حضرتك شايف او متفق مع الاراء اللي بتقول ان التحكيم تجاوز الكثير من اخطائه في الجولات السابقه في البطوله؟ جدا جدا، وفرق كتير جدا سواء مع النادي الاهلي او مع نادي الزمالك والماتش اللي بره، يعني الناس كلها كانوا قلقانين جدا من الحكم، لكن حكم فعلا قدر يعمل مباراه على اعلى مستوى، وكان في عداله، وكل واحد كان بياخد حقه بشكل كبير جدا، وبرده كان شخصيته قويه جدا، ما قدرش اي حد يعني يبقى فيه اعتراض يتدخل في قراراته. وفعلا الناس كانت شويه متخوفه من حاجه زي كده، لكن الامور مشت بشكل طبيعي. وكان ملفت جدا ان فعلا دور الثمانيه كان في تحكيم على مستوى عالي جدا، وده برده ان الناس برضو اتكلمت في المواضيع ديت كتير، فاكيد الاتحاد الافريقي وصل له الامور دي كلها، فقدر ان هو يجيب حكام يديروا الامر بشكل كويس على اساس ان برضو ما تحصلش. هو كان في كمان مشكلة. الناس كلها قالت انه كان في استجابه او رد فعل لجهد النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، نوقف اكتر من وقفه مع اخطاء كبيره ومؤثره على نتائجه في البطولات اللي فاتت لحكام افارقه ومنهم طبعا بكاري جسامه، فانه كان الحكم يعني تمت مراعاه ملاحظات الاهلي في الفتره اللي فاتت عشان ما يبقاش في تحمل مره ثانيه على الاهلي. طبعا الاهلي عمره بيطالب بشيء مش من حقه، ولكن بيطالب بعداله القرارات وانه ما يبقاش في تحمل عليه من اي حاجه. هو اكيد وصل بكاري، وهو على فكره كان الخوف منه هو، لكن هو ثبت ان هو الخوف ده ما كانش ليه اي داعي، لكن فعلا زي ما حضرتك قلت ان برضو مؤثره جدا ان انت تنادي بحته العداله، وان التحكيم ما كانش بشكل مرضي في الماتشات اللي قبل كده، فكان دي برضو ليها دور كبير جدا ان الناس تهتم والاتحاد الافريقي يهتم بان كل واحد ياخد حقه، وخصوصا لما بتوصل للادوار النهائيه الامور بتبقى صعبه جدا على الفرق. كمان الناس كمان متفائله كلها بتركيز الحكام على مشروع الحكم الافريقي او مشروع الاتحاد الافريقي لتطوير التحكيم واختيار افضل 20 حكم، ان هم اللي هيتم التركيز على مساحة أكبر أو أدوار أكبر لهم في الفترة الجاية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التحكيمية. فواضح أنه بيقال من كثير من المراقبين أن في سباق بين الحكام الأفارقة على أن أدائهم يبقى أفضل في الفترة الجاية.
كل حريص انه يؤدي بافضل شكل في المباريات. على فكره الحكام وخصوصا الصفه بتاعه افريقيا هم بيخافوا على نفسهم بشكل كبير جدا، لان هم برضو بيترشحوا للبطولات وكاس العالم وكل الكلام ده، وزي ما حضرتك قلت ان هم العين بتبقى عليهم، فبالتالي هو مش عايز يعني يبقى اداؤه اقل من المطلوب منه، فالمستوى بيعلى، بيهتم بنفسه بشكل كويس، بيأكد على العدالة في الماتشات، وخصوصا في الأدوار النهائية بيبقى الأضواء عليه بشكل كبير جدا، فبالتالي هو بيبقى حريص جدا على أنه هو يبقى متألق في خلال المباراة دي. طيب هنتكلم شوية عن الدوري المصري وعودة المباريات ومباراة الأهلي القادمة أمام سموحة. إيه المطلوب من الأهلي وهو دلوقتي مؤقتا بيغلق الملف الأفريقي ويعود للتركيز مرة تانية على مباريات الدوري؟ هو النادي الاهلي عنده قدره كبيره جدا وغريبه جدا في ان هو يتحول من شيء لشيء، يعني التركيز هنا خلاص انتهى، بينهي الملف، بيبتدي يخش على الدوري او بطوله تانية كانه هو شغال فيها وبيلعب، والماتشات اللي فاتت كلها كانها في الدوري. بالظبط كده، النادي الاهلي طول عمره كده، يعني عنده حته تركيز، ويمكن برضو الفتره الاخيره موجود الجهاز الفني مركز بشكل كويس برضو قوي في الماتشات، وانا يعني متاكد ان هيبقى يحصل بعض التغييرات في الفرقه بكره ان شاء الله، هيحصل بعض التغييرات على اساس ان هو برضو في عمليه اجهاد، ممكن يريح بعض الناس، لان في ناس نفس المستوى هيبقوا موجودين خلال في اجهاد، وفي لاعبين كان عندهم شكاوى من اصابات خفيفه من المباريات اللي فاتت ما تمنعهمش من المشاركه، لكن ممكن الجهاز الفني يشوف انهم افضل، ما يبقاش في تحميل عليهم في المباريات الجايه، وخصوصا ان انت عندك نجوم كبار جدا مش هتحس بالفرق في تواجد ده او بعد ده، ان الكل يقدر يؤدي بنفس المستوى. بالظبط كده، بالظبط. كمان الناس متفائله او جمهور الاهلي متفائل بانه المكسب بيجيب مكسب يا كابتن احمد، يعني الاهلي حالته المعنويه وشكل الاداء والنتائج اللي ماشي فيها الحمد لله بشكل اكتر من رائع في الدوري، بيخلي الجمهور عنده حافز وعنده طموحات كبيره جدا في كل مباراه ان احنا نواصل وما نفقدش اي نقاط في الدوري، وخصوصا سان داونز الماتشين ادوا ثقه كبيره جدا لكل الناس اللي موجوده في النادي الاهلي سواء جهاز فني او لعيبه، ادوهم ثقه كبيره جدا جدا، يعني برضو كان في احساس بقلق وخوف من المباراه ديت يعني، لكن انا شايف ان خلال الفتره اللي جايه هيبقى في تركيز كبير جدا وهيبقى في نتائج، وزي ما حضرتك قلت ان حته المكسب بتجيب مكسب، النادي الاهلي دلوقتي خلاص كل تفكيره انه يطلع بسكور كمان، يعني كل الناس بتبقى طمعانه ان يجيب اجوان وان يحقق الثلاثه بونت في الاول وفي الاخر، وبنشوف الجهد المبذول من اللعيبه بشكل كبير جدا على اساس ان هم ما يخسروش اي بونت ويقدروا يكسروا ارقام خلال الفتره اللي جايه. طيب هنتكلم شويه، يعني حضرتك متوقع احنا لسه هنشوف القايمه وهنستعرض قايمه الفريق اللي تم اعلانها لمباراه الغد بين الاهلي وسموحه، بس حضرتك بتقول بتمنى اشوف كل النجوم بيشاركوا في الفتره الجايه في مباريات الدوري، وبتشوف بشكل ما يخلش طريقه اللعب، حضرتك شايف ان كل النجوم يقدروا يؤدوا ويعتمد عليهم بنفس الدرجه. اه بالظبط، وفي لعيبه مفترض انها تاخد كتير عشان تبتدي تخش في زي مين يا كابتن حمد؟ زي الفرود اليوباجي، ده انا شايف ان هو لو خد ماتشات هيفرق كتير جدا، وممكن يجهز في مباريات الدوري للماتشات الافريقيه اللي جايه. كمان رمضان صبح ان شاء الله باذن الله لما يرجع برضه محتاج ماتشات ان شاء الله خلال الفتره، بس نتمنى ان شاء الله يكون يعني خلينا نشوف القائمه سريعا، الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ربيعه، محمد هاني، ايمن اشرف، محمود وحيد، احمد فتحي، اليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات وعمرو السليه، ومجدي قفشه، واحمد الشيخ، وحسام عاشور، والعربي بدر، ومروان واليو ديانج واليو باجي ومروان محسن. دي القائمه اللي تم اختيارها لمباراه الغد، يعني بعض النجوم بيحصلوا على راحه، بعض النجوم اللي كان عندهم بعض الشكاوى او بعض الاجهاد في المباريات اللي فاتت، لكن الاسماء اللي موجوده اعتقد انها قويه جدا يا كابتن حمد. جدا، وبرضه ده تاكيد على الكلام اللي احنا بنقوله، ان انت تشيل ده وتحط ده هتلاقي نجوم، هتلاقي 18 موجودين نجوم، يخرج بره خالص خمسه او ست لعيبه نجوم، فبالتالي كل المستوى قريب من بعض، ويمكن بكره تحصل بعض التغييرات البسيطه على اساس برضه زي ما حضرتك قلت يعني بعض الناس هترتاح وممكن الناس تقعد بره وتبقى موجوده، لكن انا متوقع ان بعض اللعيبه اللي ما لعبتش ماتش سان داونز ممكن تبقى موجوده في تشكيله بكره ان شاء الله. لاعب زي احمد الشيخ محتاج ايه علشان احنا واثقين جدا في قدراته، لان له تجارب خارج النادي الاهلي كان متالق فيها، كان واحد من نجوم الدوري المصري.
اكتر من تجربه بيشارك فيها من جديد مع النادي الاهلي، الجمهور عنده ثقه كبيره جدا في امكاناته التهديفيه والمهاريه وقدراته الهجوميه، لكن لسه ما شفناش الشيخ اللي شفناه في بعض التجارب خارج النادي الاهلي بقدراته التهديفيه باضافته كنجم مؤثر جدا في خط الهجوم. ايه اللي ناقص احمد الشيخ عشان يقدم او يفجر كل طاقاته مع النادي الاهلي؟ على فكره احمد الشيخ من اللعيبه اللي عندها مهاره عاليه جدا، ومفترض ان هو يبقى وجوده اقوى خلال الفتره اللي جايه. هو احمد الشيخ محتاج القوه في الاداء، يعني عنده المهاره وعنده، لكن هو محتاج القوه في الاداء برضو. وانا يعني شايف انه ممكن يبدا بيه بكره ان شاء الله، لان الراجل برضو فايلر عنده قناعه كبيره جدا باحمد، هو لاعب امكانياته عاليه جدا مفيش خلاف عليه، لكن هو بس محتاج حته القوه في الجانب البدني في ادائه لازم، والروح القتاليه شويه في الملعب يعني لازم. يعني بنشوف رمضان صبحي فرق كتير جدا مع الفرقه، عنده قوه بدنيه عاليه جدا وعنده قوه في الاداء لان رمضان بيلعب بروح الفانيلا الحمراء طول الوقت، وكمان بيستخدم قدراته البدنيه كلاعب قوي، يعني مواصفاته البدنيه كلاعب مميزه بيستخدم ده مع الجانب المهاري انه بيأدي دور دفاعي، وزي ما حضرتك قلت زاد عنده جدا مع الجهاز الحالي بقياده فايلر قدراته التهديفيه، بقى بينهي الهجمه بشكل رائع، فبقى اللاعب المتكامل بالظبط كده. فاحنا نتمنى ان احمد الشيخ ياخد الحته دي، بس لو زادت عنده هيفرق كتير جدا مع الفرق، لانه هداف شويط لعيب اشول يقدر يشتغل من ناحيه اليمين ويقدر يعمل خطوره كبيره جدا. شفنا ده كان متالق في مصر المقصه، وكان لعيب بيقدر يجيب اجوان، عدد الاهداف اللي احرزها كتير جدا، شكل الاهداف مميز جدا، يعني كان بيعمل هو عايزه في الملعب لغه الكوره يعني. لكن هو النادي الاهلي مختلف عن اي نادي، يعني عشان تكون موجود في النادي الاهلي لازم يبقى فيه منتهى القوه ومنتهى السرعه، كل حاجه منتهى، كل حاجه اقصى حاجه عندك. فلو ما كانش كده مش هتقدر تبقى موجود، مش هيبقى لك مكان في التشكيل بالظبط في التشكيل يعني. بس زي ما حضرتك قلت كمان فايلر بيدي فرص كتير للنجوم ومنهم الشيخ، لكن لسه عندنا ثقه في انه ممكن يبقى واحد من الاوراق المهمه جدا هجوميا في الفتره الجايه، يعني في حاله انه وصوله للتوب فورم او لشكل الاداء اللي حضرتك بتطلبه من احمد الشيخ دلوقتي هيبقى اضافه كبيره لخط هجوم الفريق. هو لازم يستغل كده، لان هو فعلا فايلر يعني مهتم بيه جدا وعنده ثقه كبيره جدا فيه، وخد ماتشات كتير ورا بعض لو حضرتك تفتكر، خد ماتشات كتير في الدوري. فبالتالي لازم يستغل الحته دي، ان انا واخد ثقه المدرب، فبالتالي لازم اثبت ان الثقه دي في محلها، وان انا اقدر استغل وجودي في فرقه زي النادي الاهلي ان انا ابقى هداف زي ما كنت هداف في المقصه يعني. طيب خلينا نتكلم شويه عن وجود كمان شاب، يعني طول الوقت الناس بتتمنى مع تجربه الاهلي والفارق الكبير من النقاط اللي الحمد لله بيزيد مع كل مباراه، واللي ان شاء الله هنشوف انه الفارق بتاعه هيبقى اكبر ان شاء الله بين الاهلي واقرب منافس في المباريات اللي جايه باذن الله، بس نبقى موفقين بس في مباراه بكره وفي العوده للدوري، وتبقى انطلاقه جديده للفريق لاستئناف النجاحات اللي بيحققها من بدايه الموسم. خلينا نتكلم شويه عن تقديم لاعب او وجود لاعب في القائمه زي عربي بدر، وجود الناشئ والوجوه الجديدة في النادي الأهلي، الناس بتحلم أن فايلر يقدم أو يصنع نجم أو أكتر خلال مشاركة اللعيبة في الدوري هذا الموسم. والله دي ظاهرة جميلة جدا، وكون أنه هو بيهتم بولد صغير موجود من الناشئين في ظل وجود مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة المحترفين، ده يبين قدرات فايلر ان هو فعلا قادر ان هو يضيف ويعمل اضافات كبيره جدا للنادي الاهلي من خلال قطاع الناشئين، وده اللي بنتمناه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، ودي نقطه مهمه جدا، نقطه تحسب للمدير الفني. طيب هنتكلم شويه عن منتخب مصر والاسماء اللي اعلن انها هتنضم من المحترفين خارج مصر لقائمه المنتخب لمباراتي توجو يوم 26 و29 ان شاء الله. تريزيجيه، حجازي، كوكا، مع طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح، واستبعاد اسماء زي النني، ورده، والمحمدي. شايف ازاي المحترفين، خريطه مشاركه المحترفين هي بتتغير او استدعائهم للمنتخب بتتغير؟ هم ورده يستحق ان هو مش موجودين، محمدي كمان يعني الاثنين، يعني للظروف اللي حصلت من ورده زائد برضه محمدي السن، ده امر كان يعني ما كانش مستبعد يعني وكان متوقع. النني يعني مش عارف المتابعه ليه مش جيده، او يعني ما بيلعبش، يعني انا مش شايف، مش ظاهر يعني، مش ظاهر زي تريزيجيه، زي كوكا، المجموعه دي كلها موجودين وموجودين على الساحه. النني مختفي، يعني انا شايف ان هو مع انه بيلعب في الدوري التركي مفترض ان هو برضه بيلعب في نادي كبير، مفترض ان هو يبقى ظاهر، لكن هو ما مش سايب بصمه، فعشان كده اكيد كابتن حسام البدري ما خدوش عشان النقطه دي. لكن النني لعيب كبير، ومفترض ان هو لما بيلعب ماتشات بيفرق كتير جدا، وبياخد ثقه، وبيبقى عنده يفرق كتير مع منتخب مصر لما بيكون في الفورمه،
فنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون يخش في الفورم بسرعه ويبتدي يرجع برضه بعد الجدل من وقت ما كان بيلعب اساسي في المنتخب وبيلعب مش بديل في ارسنال موجود في الملعب يا كابتن حماد، لانه بعض الناس كانت بتستاء او تنتقد اداؤه جدا محمد النني وتقول انها مش شايفه انتاجه كلاعب وسط مدافع بشكل مميز، وناس تانية ترد عليها ببساطه يقول لها يا جماعه الراجل بيلعب اساسي قبل طبعا قبل امري يعني قبل المدير الفني اللي ما اعتمدش عليه وقال له ابحث عن فرصه خارج ارسنال يعني. تمام. قالوا يا جماعه في الوقت ده بيلعب هاف ديفندر او لاعب اساسي في ال11 اللي بيبتدوا في واحد من اشهر انديه العالم مش بس انديه انجلترا، يعني نادي كتير من النجوم يحلموا يكونوا في صفوفه، فكان عامل جدل طول الوقت. تفسيرك لده ايه وراي حضرتك مع الاراء الفنيه اللي كانت بتنتقد ولا كانت بتقول يا جماعه ده له دور بينفذ تعليمات تاكتكس معينه مطلوب منه دور تكتيكي مهم جدا في الملعب؟ هو دايما الكلام ده بيرجع لرؤيه المدير الفني. ممكن مدير فني عنده قناعه ان هو حتى لو ما بيلعبش فهو بيتمرن في مستوى عالي جدا، بالتالي ان هو لو جاله هيبقى هيعمل اضافه ليه، زائد ان هو برده عنده قناعه ان هو بينفذ له حاجه معينه زي ما كان بيحصل قبل كده في الفتره اللي كان بيلعب فيها النني اساسي. فبالتالي هو التفكير المدير الفني هو اللي بيحدد موجود او مش موجود وطريقه ادائه وقناعته بادائه، كل الكلام ده مهم جدا، هو المدير الفني اللي بيبقى ليه الراي الاول والاخير. لكن في فعلا جدل، يعني المفترض ان انا ما اخدش لعيب مفترض ما بيلعبش، يعني ما بيلعبش اساسي في فرقته، فالماتشات مهمه جدا في التحضير والتجهيز ان هو لازم لعيب يجي لي جاهز، فكون ان هو لاعب بعيد عن الماتشات الرسميه انا كمدرب معلش ما بقاش عندي قناعه كبيره، لكن غيري ممكن يبقى عنده قناعه، عنده قناعه بالحاجات اللي انا قلت لك عليها ان هو لا هو بينفذ له بيجي برده بمستوى عالي جدا من التدريب، كل الكلام ده بيبقى عنده قناعه بانه يبقى موجود. في اسماء دخلت على خريطه الاختيارات في المنتخب في الفتره اللي فاتت ما كناش عارفينها، الجمهور ما كانش يعرفها، يعني ايام كوبر وايام اجاري كانوا بيعتمدوا على اي لاعب مصري محترف خارج مصر بدليل استدعاء اسماء كنا بنشوفها لاول مره او بنتعرف عليها كجمهور لاول مره مع المنتخب، وحضرتك تابعت بعض الاسماء دي، فكان الخلاف في الوقت ده هل يستحق اي محترف خارج مصر انه يكون ضمن صفوف المنتخب ولا العبره بالاداء؟ لان قد يكون هناك لاعب محلي بيلعب في الدوري المصري مع الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او غيره من الانديه وافضل كتير من لاعب محترف ولكن مش مؤثر ومش في دوري قبل. لا طبعا انا مع الراي الثاني ان لازم يبقى ذو اداء جيد جدا وملفت، يعني لعيب اجنبي، يعني انا دلوقتي كوكا ده لعيب كويس كل حاجه، لكن لغايه دلوقتي ما سابش بصمه كويسه، لسه بصماته مع المنتخب مع ان هو اتاخد اكتر من مره واكتر من مدرب، لكن ملوش بصمه ما عملش، فالناس برضو في جدل على مستوى ومشاركته مشاركه كوكا، فلازم يعني برضو الكلام انت بتتاخد وعندك عنده المشاركه، عنده هو اللاعب ده عنده المواصفات اللي هي بتاعه الفيرود او السترايكر اللاعب الطويل، فترة من الفترات كان أرقام أهدافه جيدة في الدوريات اللي بيشارك فيها خارج مصر، لكن لسه زي ما حضرتك بتقول ما كانش مع المنتخب بيجيب أهداف كتير، مفيش أي بصمة ليه، مفيش بصمة، فهو ده اللي مخلي في خلاف عليه طول الوقت. أنا فين الميزة اللي أنا بستفيدها من مهاجم بالمواصفات البدنية والطول ده والمفترض إن هو هداف بالظبط قريب جدا من منطقة يعني من جوه الستة يارد طول الوقت؟ هو أستاذ محمد بيحصل الجدل على لعيب معين ليه؟ في لعيب تاني مفيش اي كلام بيتقال عليه انه كل بيتاخد، مفيش اي كلمه اختياره للمنتخب خلاص، الناس كلها عندها الناس قناعه كلها على اختياره بالظبط، لكن هو كوكا هو اللي وصل الامر للناس كلها ان يبقى في جدل عليه لانه ما سابش بصمه. وهل هو الجدليه دي هل هو حق ولا مهاجمين تانيين مش بيلعبوا خارج مصر موجودين في الدوري المصري ولكن بعض الناس بتشوف حتى تحركاتهم افضل؟ في بقى مقارنات زي ما حضرتك قلت طالما اللاعب مش عامل بصمه بالظبط كده، بقى برده دي راجعه للمدير الفني ان هو شايف في مميزات معينه هيقدر ينفذ له خلال وجوده في الفتره اللي انا موجود فيها كمدير فني. هي صلاحيات واختيارات مدير فني، بس طول عمرها قصه المهاجم دي زي ما كنا بنقول في بدايه الحوار كابتن حماده صريحه. لا. فيرويد بيجيب جوان ولا لا؟ لا. فيرويد بيقدر يحقق المطلوب منه، دوره ايه في الملعب؟ ما هي دي طول عمرها المعيار الحاسم في الكلام عن اي مهاجم، ومش هتتغير حتى لو في فترات بتحصل لاي مهاجم في العالم بيتعطل شويه بالظبط، بس الاساس انه بيجيب اجوان بالظبط كده قبل وبعد الفتره اللي كان مش موفق فيها. واحنا لما قلنا ضربنا مثل بعماد متعب، هل عماد متعب كان مستواه على طول؟ لا، في اوقات معينه كان بيقل فيها او مستوى او بيبعد شويه، بس في الأغلب لكن في الاول في الاول وفي الاخر هو هداف. يعني ممكن انا كمدرب موجود وعماد مش كويس، لكن افضل عليه اخليه موجود لانه في اي لحظه هيجيب لي جول، هو ده الكلام اللي احنا بنقول عليه وبنتفق على ان لا واحد زي عماد لا ده ما يبعدش على المنتخب مثلا،
فبالتالي في ناس تانية لا ما سابتش بصمه عشان تبقى في قناعه من الناس كلها ان الراجل ده يبقى موجود خلال الفتره ديت. ايه هو ده بس الاختلاف يعني. هي في حاجه في مهاره التهديف محتاجه شغل كتير من اجهزه فنيه في الانديه والمنتخبات للاعب المصري، حتى لبعض اللاعبين موجودين خارج مصر، بس مهاره التهديف قلت شويه عند اللاعب المصري الفتره اللي فاتت، وممكن نشتغل على تنميتها اكتر. بس هو في حاجه مهمه جدا، هو الراجل لعيب محترف بره هيجي لمده مثلا اسبوع او 10 ايام وهيلعب فيها ماتشين، طب هو ممكن 3 ايام او 4 ايام ويلعب ماتش، طب انا كمدير فني هقدر اعمل له ايه الاضافه؟ وخصوصا الوقت ده انا بجيب لعيب جاهز بحيث ان انا اقول طريقه اللعب واعمل الشكل العام للفرقه عامل ازاي، بس لان مفيش وقت، مفيش وقت للتجهيز، مفيش وقت ان انا احضر حد اشوف النواقص اللي موجوده ايه، مفيش وقت للكلام ده. زي ما حضرتك قلت اولا واخيرا هي اختيارات وصلاحيات مدير فني، احنا بنتكلم للصالح العام ومش بنتكلم عن حاله بمفردها، بنتكلم عن ان كل لاعب يكون الاحسن في مكانه بالزبط. الاحسن في البوزيشن اللي هو بيأدي فيه في الملعب واللي بيتم اختياره والمهمه المطلوبه منه، اذا كان واجبات دفاعيه او هجوميه، واصعبها دايما على الاطلاق احراز الاهداف اللي بالزبط. بيكلل جهد الفريق كله يعني. لان هو كل حاجه بتشتغل 90 دقيقه جهد عشان يجيب اجوان، عشان الراجل وعشان ما غلطش ويدخل فيها اجوان. دايما العبء الاكبر على الفرويد المهاجم الصريح، وعلى خط الديفنس او حارس المرمى خط الدفاع الاخير للفريق. لا بالظبط بالظبط. طيب خلينا نقول لجمهور الاهلي حابب تقول ايه عن الفتره الجايه، امنياتك الفتره الجايه كابتن حماده، بس نختم كلامنا عن المنتخب. ايه اللي بتتمنى تشوفه مع منتخب مصر بقياده كابتن حسام البدري وجهازه المعاون، مختلف عن المباريات الرسميه اللي فاتت اللي شكلنا فيها ما كانش مقنع قوي في بدايات تجربه كابتن حسام، وتتمنى تشوفه انه ده تعدل في مباراتي توجو؟ اولا اتمنى فعلا ان اداء المنتخب بيتغير بشكل جذري، لان طبعا الاداء ما كانش مرضي باي شكل من الاشكال، الناس كلها كانت يعني مش راضيه خالص عن الاداء. الفتره اللي جايه فرصه كويسه في بعض اللعيبه، وصلنا اهلي وزمالك واصلين لادوار قبل النهائي في افريقيا، الفورمه وصلت برضو لحاجه كويسه، اللعيبه اللي موجوده برضو مستواها عالي. اكيد الكابتن حسام لازم يستغل اللي موجود عنده ويبتدي يغير من شكل الفريق، لازم يبقى فيه روح. احنا يعني منتخب مصر دايما كان بيتميز بالروح القتاليه العاليه جدا خلال الفتره القليله اللي احنا شفناها قبل كده، لا ما كانش فيه الحته ديت، مع ان موجود عنده الكابتن حسام البدري، عنده خبرات عاليه جدا وعنده خبرات كبيره جدا، يقدر يمثل نموذج كويس للعيبه. فبالتالي اتمنى ان شاء الله باذن الله الاداء يتغير، النتائج ان شاء الله للاحسن، بحيث ان احنا عندنا شكل حلو لمنتخب مصر فعلا يرجع تاني للمكانه بتاعته. ان شاء الله يكون القادم افضل، بنتمنى التوفيق لكل نجومنا ولاعبينا، وبالتاكيد كل سواء كسر او في اي دوري بيشارك فيه داخل او خارج مصر من الدوريات اللي فيها عدد من محترفينا حتى خارج البلاد، وبنتمنى الكل يكون في افضل حالاته وهو بيؤدي بتيشيرت منتخب مصر في المباريات الرسميه في الفتره القادمه، وان الكل يكون في توب فورم او في افضل اداء فني وبدني خططي له، ويكون في علاج للقصور الموجود فنيا عند بعض النجوم اللي شفناها في الفتره اللي فاتت او بعض لاعبي المنتخب، وتكون الاختيارات موفقه بالتالي بتنعكس على النتائج للأفضل إن شاء الله. بشكر حضرتك على وجودك معنا نجم نادي الأهلي السابق الكابتن حمادة مرزوق، شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا محمد. نهاية هذا الحوار وهذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة، بشكر حضراتكم مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.